السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي القناة، مرحبا بكم، أبشركم بركة دائما وصحة فطوركم، ونتمنى هذا الشهر يدوز الصحة والسلامة والعافية ووفر الصحة والرزق إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا في هذه الحلقة هذه اللي يعني ياما انتظرها الجميع، لأن كانت تسجلت في واحد الوقت يعني في شهر 7 2021، لكن مع المشاكل اللي كانت وقعت للأسف شديد تمسحات، واليوم ما غاديش نحبسوا في هذه الحلقة هذه. إذا هذه الحلقة تاع جلسات مع إدريس البصري رحمه الله، لأن اذكروا أمواتكم بالخير، حصلت هنا في باريس وحصلت بواحد الطريقة اللي هي يعني عفوية لم تكن منتظرة. بعد الحلقة الأولى اللي كانت نشرات وتمسحات قريت التعليق ديالها أنا ذاك، وكانت كثير منها إيجابية أو الأغلبية منها إيجابية، لكن كانت بعد التعليق بعض الناس اللي كان اللي كيشكك في ذاك اللقاءات، كان اللي تيبان له أنه من المستحيل أنك تلقى مع واحد من القامة ديال إدريس البصري. اللي بغيت نأكد عليه قبل ما نعودوا الحلقة هو أن كما في العنوان جلسات مع إدريس مع البصري في زمن التيه، يعني في الوقت اللي لم يعود للرجل أي سلطة، لم يعد له أي وجود على الخريطة السياسية في المغرب، كان تائهاً، كان مقيماً في فرنسا بطريقة غير شرعية، كان في حالة يرتلها، وكانت هناك يعني أمواج تتقاذفه، أمواج تتجاذبه، استغلالات من كل حدب وصوب. فاللقاء اللي تم معه هذا ما تعنيش أنني بحثت أو رغبت فهذا اللقاء، هذا بالعكس بصفة نهائية أنا كنت على علم بالتواجد ديالو في باريس، كان عارفين كاين، كان عارفين كيجلس إلى آخره، لكن أبدا ما كانش عندي يعني حتى شيء رغبة أنني نتلقى معاه أو مشي نتقرب له، على أساس كان في يومين من الأيام وزير الداخلية ديال المغرب، وكان وزير الداخلية والإعلام وما إلى ذلك، شيء اللي كتعرفوه أنتم كاملين. لهذا شفتوا مرارا وتكرارا العام، شفتوا بعض الاماكن في تياخذ القهوه ديالو، بحال مثلا تيعجبو ياخذ القهوه في الفوكيتس في شارع شانزليزي، الا تما كيتلاقى مع بعض الصحفيين كيعتبروا راسهم معارضين او مناضلين او شيء من هذا القبيل. لكن الوجبات ديالو كان كيفضل ياخذها اما في الدار ديالو، اما تياخذها في واحد المطعم في شوسي دو لاميت اللي هو لا غوتوند، او لا غوتوند الريستورون الثاني بنفس الاسم اللي كاين في شارع المونبارناس. فنهار اللي غادي تكون لقاء معاه باش نكون معكم واضح، رغم انني غادي نغير بعض الامور في بالنسبه للحلقه الاولى اللي كنت درتها وتمسحت، كنت هضرت فيها على واحد الجانب، لماذا غادرت المغرب، لماذا انا مشيت من المغرب. هذا الجانب غادي نخليه ما غاديش نتكلم عليه، ربما نتكلم عليه شي نهار، ولكن في هذه الحلقه هذه غادي نركزوا اساسا على هذا اللقاء، هذا غادي نركزوا على كيفاش دازت الامور باش نقرب لكم من الصوره ديال هذا السيد هذا. ففي ذلك اليوم كان لي لقاء لمأدوبة مع أحد الأصدقاء، فبحكم أنه تسكن في شارع بوسيجور اللي هو يعني محادي لهذا المطعم هذا، كان اتفاق على هكذاك. في آخر لحظة اتصل بيا أن كان عنده أحد من العائلة في المستعجلات واعتذر، علي الأمور عادية، فيعني خديت انا المكان ديالي باش نتعشى. فعلا شفت في الركن من في الزاويه ديال المطعم كانت مدرسه البصري، لاحظته من بعد، كان وحيد، ماشي داك الرجل اللي كتعرفو يسعى اليه الناس تملقا وتقربا للسيد إدريس باش يعني يستافدوا من الهيبه ديالو، يستافدوا من العطاءات ديالو، يستافدوا من السلطه اللي هي. ابدا بتاتا كان بوحده. ففي الوقت اللي كنت انا كنتعشى كنت كنشوف ديك الجلسه وداك الانسان الوحيد، وكنت كنراجع الصوره ديال السيد والمهابه ديالو كيفاش ولا يعني مقيم غير شرعي وكيتعشى وحيد ولا من يكلمه ولا من هذا هو اللي كان. ففي واحد اللحظه لان كنت هو واخذ وقته، انا كنتعشى بسرعه، في الوقت ديال الحساب طلبت من النادي او السيرفر باش يجي عندي نشوف الحساب شحال،
وقلت له شنو في ديك الطبله هذيك؟ قال لي ودي كاين كذا. قلت له خذ. قال لي شنو؟ قلت له خذهم بجوج. ف خبر هو بعد ما استخلص خبر ادريس المصري بان المأدوبه ديالو تم الاداء. فقال له شكون؟ قال له داك السيد هذاك. يعني جاتو واحد المفاجاه. وكنتكلموا هنا على رجل اللي كان 25 سنه وهو في اعلى رتبه دواليب السلطه في المغرب، اللي عنده داك الحس الامني، لان في ديك الوقيته راه كانت عنده مشادات مع النظام، وكان عنده امور اللي يعني هو اللي يعرفها، ربما تقدروا تصوروها. فكانت الشوفه ديالو ليا ديك الشوفه ديال الربا، يعني تتسائل. فسلمت عليه، قال لي لا ما كانش هو هذاك. شوف الله يجازيك بخير هانيه، انا تعاملت معك كمغربي، لا جاتك يعني ماشي في محلها او شيء من هذا القبيل. هذا جبت بطاقه الزيارات ديالي عطيتها له، قلت له هي عندك، نهار اللي يبان لك وتبغي تغدى او تعشى وتخلص انت ما كاين حتى مشكل. المهم القضيه حبست هنا. دازت واحد اليومين واتصل بيا، سلام سلام كي داير لاباس بخير لاباس الله يبارك فيك، اللي بو واش عندك شي وقيت نهضروا شويه ونتغداو او نتعشاو؟ قلت له مرحبا خذ وقتك. المهم تم الاتفاق على النهار التالي، كانت وجبه غداء وتلاقينا في ذاك المطعم بنفسه وهو اللي خلص. يعني كان تعادل في هذه النقطه هذه. ف من خلال الهضره اللي كنا كنهضروا سطحي، يعني كنهضروا عادي، المغرب كذا، فرنسا، سياسات فرنسا، الاقامه ديالو، هذه الى اخره، كان كيدير واحد العمليه ديال جلس النبض، واش انا مرسول، واش عندي شي اهداف من اللقاء به، واش داك العشاء الاول كان يعني كتمهيد ولا كتهرب. فحسمت له المساله من الاول، قلت له هذا الشيء راه ممنوش، بلا ما تعذب راسك ودير لي داك الاستنطاق البوليسي راه ما خدامش. قال لك لا، ولا كتعرف راه شحال من واحد صيفطو. قلت له شوف الله يجازيك بخير، خليها في اطار صداقه، في اطار ولاد البلاد، لا اقل ولا اكثر، نقدروا نتلاقاو نتغداو ونتعشاو ونهضروا ونشربوا قهوه او شي حاجه عادي، ندوزو وقيت جميع ما كاين حتى شي مشكل، باقي خليه. قال لي واش ما تيهمكش الواقع السياسي في المغرب؟ قلت له بالعكس كيهمني، ولكن كنشوفو بطريقتي، كنشوفو بالطريقه باش كنشوفو انا، وكنشوفو بالتحليل ديالي، واصيب واخطئ، ولكن هذا ما تيغير من الامر حتى شي حاجه، وما تيغير من الواقع حتى شي حاجه. والدليل على ان ما كاينش شي حاجه اللي يمكن لها تغير في العمق هو انك انت راه كنتي 25 سنه في اعلى هرم السلطه، واليوم سبحانك مبدي الاحوال، ولهذا نحن مارين، حنا كندوزو فوق هذه الارض هذه. الانسان يخلي بصمه ايجابيه والسلام. على اي هذاك اللقاء داز بهذه الطريقه هذه، تتعاود امور اللي هي عاديه. سولني منين انا؟ قلت له انا منين؟ انا من كبرت في مكناس، قريت في مكناس، ولكن انا ولد بوفكران. تكلم لي على بوفكران، على معروف باللحم والشوا والطريق اللي كدوز لا اقل ولا اكثر. ومن ثم انتقل لخنيفره. خنيفره اللي كان هو اللي عاون واحد سميته واحد القايد في خنيفره باش يرجع للمكان ديال الاقامه ديالو يكون تما. وكان عندهم شي دوزه الخنيفره، وداك السيد هذاك كيعرف دريس البصري كيبغي داك الكسكسو البلدي تاع بصح، يمكن عرضوا لشي دار وكلاو شي كسكس اللي هو بقى عنده مرسوم. قال لي وديك لي واحد الكسكسو في خنيفره وعمرني ما نسيته، ونتمنى قبل ما نموت انني نعاود ناكل بحال داك الكسكسو هذاك. سولته على بعض التفاصيل، كي داير هذا الكسكسو؟ قال لي كذا وهذه 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 وهذه، وفيه السمن وفيه كذا. قلت له سهله. فاتصلت بواحد السيده كنعرفها في مدينه غوان، كنعرفها هي من ديك المنطقه، وتحسن الطبخ. وطلبت منها واش ممكن، قالت لي مرحبا، ولكن ما قلت لها شيء. الزائر شكون؟ قلت لها ما نكونش بوحدي. فعلا رصينا لغد ليه بحيث البعد، مشيت لعندو هزيتو ومشينا معاك. كنا مبكرين شي شويه، ما بغيتش نوصل لعند السيده يعني قبل الوقت. فكاين واحد المكان راقي جميل جدا، فيه مآتير رومانيه، وفيه واحد المقهى وسط غابه. دخلنا لتما، رياح عجبو الحال، شاف ديك الطبيعه.
وبدأت يتكلم. سمحوا لي نحيد واحد خينا الله يعطيكم ستر، على قاش كاينين الناس اللي خصهم يتحيدوا، حيت كاينين الناس اللي اليوم صيفطوا سميتو، كنا كنتسناو هذا الشيء، هذا الناس اللي صيفطوا ميساجات بنهار باينين من البقايا ديال هذا النظام هذا. ف كل واحد واش تيقول، اللي تيقول باغي يربح الفلوس، اللي تيقول جيب لنا الوثائق والحجاج ما تجيش تربح الفلوس على ظهر المغاربه، كل واحد واش تي هذا. المهم على اي غادي مادام الاعلان كان فغادي يكونوا بحال هاد الناس هادو معنا اليوم، ولكن فليرتاحوا، لان هاد الحلقه غادي نعاودوا الحلقه اللي فاتت غتكون مركزه، لكن كنوعدكم ان غادي تكون مقدمه، ما غاديش تكون حلقه كما اللي دازت وبقاو الناس على يعني الوغفان بقاو كيتسناو امور اخرى. فغادي تكون حلقه كمقدمه وغادي نتبعوها ان شاء الله بحلقات، ربما في خلال هذا رمضان تقدر تكون شي وحده، او الا ما كانت شي غادي يكون من بعد رمضان غادي تكون حلقات اللي غادي نحطكم في الصوره ديال 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 المرحله نتاع الدريس البصري، غادي نحطكم في الصوره نتاع الواقع وتاع المرور ديالو في السلطه، غادي نحطكم في الصوره نتاع القضايا الكبرى اللي عرفها المغرب فاش كان في يديه كل شيء. غادي تعرفوا واحد المجموعه ديال الامور، والناس اللي كتبوا لي في التعاليق على اساس غادي يجيو حبا فيا يتصنتوا لهاد الحلقه اليوم، ولكن هما ما كيبغوش يتذكروا ديك الصفحه السوداء من التاريخ ديال المغرب، فكنأكد لكم انكم مخطئين بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف. علاش؟ لحقاش ما نعيشه اليوم هو نتيجه تلك المرحله بصفه يعني اللي هي واضحه. فهذا علاش قررت غادي تكون ان شاء الله حلقات من بعد اللي غادي نحطوا فيها قضايا اللي كتعرفوها او سامعين عليها او ناس اللي عايشوها، وغادي نحطوها بالتفصيل المميل، وغادي نحطوها بمعطيات، وغادي تعرفوا شنو واقع يعني في البلاد بواحد الشكل اللي هو كبير. نرجعوا للموضوع ديالنا. الا كان معنا شي ادمين، راه كاين جوج ديال لي زادمين نورمالمون، الا كان حاضر شي واحد نتمنى يرد البال بحال هاد الناس هادو باش ما يهضرش عليهم يحيدهم مباشره. ففعلا تكلمنا بزاف، وكان دائما مازال تيقلب واش انا عندي شي رغبه نعرف. انا كنت نبيلو دائما بلي عندي ما نعرف، على حقاش كنت كنعرف امور كثيره بحكم ان كانت هناك بعض العلاقات بعض القرابات عائليه في دوك المناصب هذوك اللي كانت تخلينا نعرف واحد العدد ديال الامور كيفاش كتمشي عادي. فمن بعد مشينا لعند ديك السيده هذيك، فعلا كان داكشي رائع جدا وعجبو الحال، لانه لقى داك الكسكس اللي كان كيحلم به فعلا. فشفت السي ادريس كياكل بواحد الطريقه اللي يعني في الاخر قال لي واش ما غايجلس معنا حد، قلت له لا غير انا وانت. في الاخر المهم كلام مزيان، بعد كان اتاي كان داكشي اللي هو الطقوس المغربيه والكعبه وكذا، وخذا راحته. خرجنا حتى لتقريبا 4:30 العشيه، وهذيك السيده كانت يعني في واحد الوقيته اللي حسات بداك السيد هذاك، فوجدت له دي بواط كذاك الشيء اللي يعني بقى داه، بخصوص انه لقى حتى اللبن ولقى كذا الى اخره. المهم بدات تبنى بيني وبينه واحد كما يقولوا، بدات تبنى بيني وبينه واحد العلاقه جدليه، بحال شي واحد يقلب لمن يحكي ولكن يكون في مأمن. انا ما عطيتوش اي سميتو، ما عطيتوش اي صوره ديال الانسان اللي يعني متعطش انه يعرف. وهنا حار مع هذه القضيه تقريبا في واحد ذاك اللقاء الثاني وفي اللقاء الثالث. من بعد قال لي انا لازم نتكلم ونفضفض، قلت له ما كيتفرجش كي. قال لي واش ما عندكش اسئله؟ قلت له انا ما كنطرحش الاسئله، لان لا طرحت الاسئله خص يكون بيناتنا واحد التزام اخلاقي، انني نطرح الاسئله كيف ما خصها تطرح، او على الاقل نطرحها انا وتكون اسئلتي وتكون انت ملتزم بالاجابه عليها. ما بقيتيش غير في السلطه، ما بقات حتى شي حاجه، فلا كان غيكون هكذا مرحبا، كان غادي تبغي انت غير تحكي فانا غادي نتصنت لك والسلام. فعلا قال لي لا ما كاين ولا موقع ما يتخبى الى اخره. المهم ف تنطرح مره سؤال وتنخلي له حريه الجواب، وبعض المرات تنحط اسئله اللي كتكون يعني دقيقه جدا
وكان دائما يقول لي فاش كنحط ليه شي سؤال اللي هو يعني دقيق، تيقول لي السي المعطاوي راه النظام كامل هو عبارة عن آلة جهنمية، وأنا كنت غير واحد قطعة، واحد البياسة من ذاك النظام بهذه الطريقة هذه. مهم، لكن مشيت له للأواخر، بديت له من الأخر، مشيت له للأواخر ديال المرحلة نتاع اللي تبين فيها المرض والعياء ديال الحسن الثاني، وبعض الأمور اللي كانت يعني كانت شائكة. هنا حط راسو في الوضعية ديال الوطني المقاوم المناضل من داخل النظام. قال لي يا ودي احنا كاين الامور اللي كتعطينا الاوامر وتنديروها واخا حنا ما كنبغوش نديروها، كننفذوا امورنا اللي كيحضونا، واي خطا نتحاسبوا عليه. مزيان، قلت له الصراعات اللي كانت، قالت لي ودي، قال لي الصراعات اللي كانت صراعات كبيره، هو ان التمكن نتاع الدقيل او الصهيوني اللي هو كاين في النظام، هو كانت عنده واحد، كان عنده واحد السرعه باش كيمشي باش يحكم السيطره ديالو على مصدر القرار في المغرب. اللي وانا رغم ان في الظاهر كان عندي كتبان على ادريس البصري اللي هو رجل السياسه الذي يهابه الجميع ويحارب المعارضه ويحارب السياسيين، قال لي ولكن هذيك راها كانت تقريبا مسرحيه، اما في واقع الامر قال لي راه كانوا مناضلين وكانوا ناس اللي كنتعامل معاهم في الخفاء، وكنا تنتلاقاو في واحد الفيرما في النواحي ديال السطات، قال لي واحد الفيرما اللي ما كيعرفها شيء، ما يعرفهاش الناس على انها مقر، وفاش يكون عندنا شي لقاء كنا كنتلاقاو يعني بيومين ثلاث ايام، كيجي كل واحد بشي طريقه اللي يعني ما يرد له حد البال، اللي كيجي موتور، اللي كيجي في شي بيك اب، اللي كيجي يعني، وكيتلاقاو تمايا وكيكون واحد المقر وكانوا كيتداولوا. فهاد النقطة هذه فهمت أنه كان كيخطط لشيء ما، شيء ما، واش صورة انقلابية. ما بغيتش نطرح سؤال بهاد الطريقة هذه. فكان كيقول بأنه كانوا مناضلين في المغرب، وكانوا ناس اللي باغين التغيير الحقيقي، وكانوا كيتعاملوا يعني بسرية كاملة، ولكن قال لي في النهاية غلبنا العدو ديالنا بالسرعة ديالو، ودركنا الوفاة ديال، دركتنا الوفاة ديال الحسن الثاني جات فجائية إلى آخره. فيعني كان اللي كان، وبمجرد ما مات الحسن الثاني راكم كتعرفوا القصة، وراني أنا براسي ما كانش خباري وعيطوا لي وكذا، واحد جين وهذا ولحت عليا جلابة إلى آخره، ودخلت وسولته على الاعتقال ديالو، وأكد لي الاعتقال في القصر، أكد لي ذاك الاعتقال هذاك، وقال لي شكون اللي كانوا يعني واقفين عليه في الحراسه. سولته واش كان شي يعني، واش كان شي عنف، واش كان شي تكرفس. تكلم لي على واحد جوج ديال الصقلات عند واحد المسؤول. ومن بعد قال لي كان في واحد شكل فيلا صغيره يعني معزز مكرم، واكل شرب كل شيء مزيان الى اخره، احتاج الاعفاء ديالو، حتى خرج احتاج الاعفاء ديالو الى اخره. فهو كيتنصل بواحد الطريقه من المسؤوليه في واحد المجموعه ديال الامور، وكيرد راسو كمواطن، وانا 29 سنه وانا كذا الى اخره، وفي الاخر هكذا كيجازيونا، وفي الاخر كذا، وانا اليوم راني كنصارع. وكتبت المذكرات ديالي، قلت واش هذه المذكرات غادي تنشرها؟ قال لي لا، هذه المذكرات هذه ما غاديش نشرها، ولكن بها كنحارب باش ما يعتديوش على العائله ديالي، وباش ما يحيدوش الاملاك ويتابعوا الاولاد ديالي ويخليوهم ترونكيل. قلت له اذا، قال لي اذا غادي تبقى من بعد المذكرات، الى انا مت او تقتلت غادي تبقى المذكرات ديالي في ايدين امنه لاستمرار العائله. قلت له علاش تقول انك تقتل؟ قال لي هذا امر وارد، لانني كنعرف واحد المجموعه ديال الامور، لان الملفات الساخنه ديال البلاد راه كانت في يدي وكذا وكذا وكذا. سولته على العافيه اللي كانت شعلات في المقر ديال مراقبه التراب الوطني انذاك، اللي كانت معروفه للجميع، كيفاش هذيك كانت بفعل فاعل يعني ولا؟ قال لي لا، كانت هناك ملفات اللي كان خصها تصفى، يعني هو كان عنده يد في سميتو، كان عنده يد في ديك العافيه هذيك اللي شعلات تما. فمشينا في هذا السياق هذا.
تقريبا 17 لقاء اللي كان كنا كنشوفوا جوج ثلاثه المرات في الاسبوع، وكان كانت غزاره ديال المعلومات، كانت غزاره نتاع الاسئله كذلك، ولينا كنشوفوا الواقع من منظور اخر. لكن الشيء اللي ما كانش كيعرفوا سيدريس انذاك هو الاطلاع ديالي على واحد المجموعه ديال الامور والمعرفه ديالي ليها. انا حاولت ما امكن انني ما نبينلوش بلي كنعرف شي حاجه، كنخليه هو يطرح المواضيع ديالو، هو يتكلم على المواضيع ديالو، انا كنكتفي مره مره بواحد السؤال اللي كيكون محطوط في واحد السياق معين اللي يرجع بينا للواقع. رجعنا تكلمنا على سميتو مناضل الكاميرا ولا كي كيسميوه ديال احداث 1981 ديال الدار البيضاء، اللي عاوتاني مره اخرى قال لي راه مات غير واحد السيد. قلت ليه لا، تسمح لي لا، لان في المكان الفلاني كانت دارت فيها قضيه جنائيه، وتلقاو تما ناس اللي كانوا مدفونين، لان اللي ماتوا قلت له انا على حساب علمي 49، على حسب العلم ديالي 49، ناهيك على الاختطافات وعلى كذا. قال لي راه كانت الاوامر كتجي من الفوق، ماشي حنايا اللي حنا غير كننفذوا. فهذه امور يعني اللي المحطات الكبرى، وكاينه لافير ديال كارير سنترال اللي هذه غادي نرجعوا لها في الحلقات المقبله ان شاء الله، اللي غيتحكم فيها من بعد عبد المغيث السليماني ومن معه. راكم شفتوا المحاكمات كيفاش كانت، فكانت فيها قضيه ديال كارير سنترال كانت تدور على 160 مليار نتاع الدرهم، ماشي على شي حاجه صغيره. وكانت كذلك عمليه الايادين النظيفه، ديك التصفيه اللي كان قال بان امروا بها اسميتو، كان امروا بها الحسن رحمه باش يدير ديك المحاربه ديال الفساد والمفسدين، هادشي هذا الناس اللي عاشوا المرحله كيعرفوه. وعطاني واحد الصوره على ديك المرحله هذيك، وعلى داك الصراع اللي كان، وداك السطوه اللي سطى على رجال الاعمال، وعلى من كان يصفهم بالخونه ولا المتهربين الضريبيين او من هذا القبيل هذا. لكن هو ما كانش كيعرف ان العمق ديال القضيه راه متوفره المعلومه. وفي هذه القضيه هذه كان شخص، لن اقول لكم انه ذكر او انثى رجل ولا امراه، لكن كان شخص مغربي وطني غيور اللي قدر انه يدير واحد الميموار للحسن الثاني انذاك، يعني واحد المذكره صحيحه، وهذه المذكره هذه اللي غادي توفر قريبا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كان دار واحد المذكره وحط فيها معطيات اللي هي خطيره، والحجج الكثير من الحجج اللي هي ملفات خطيره اللي كانت تحت يد البصري والازلام ديالو، تم التسريب ديالها او التهريب ديالها للخارج. وهذا الشخص رجل او امراه غادي نخليوها فهاد بين قوسين، نقدر هذا الوطني الغيور او هذا الوطني الغيور قدر يخرج ذاك الملف الكبير الشائك الثقيل، يخرجوا للخارج واستافد من واحد الحمايه نوعيه باش يمكن تكون واحد الحجه دامغه باش تدوز محاكمات اللي هي كبيره في المغرب. من بعد ما درنا البحث والتحقيق في هذه القضيه هذه، لقينا بلي نفس الفيلم نفس الملف هو ملف من الملفات الكبرى او عدد من الملفات الكبرى اللي على اثرها تحرق المقر ديال مراقبه التراب الوطني. فهو فاش كان حرق ولا امر بالحرق ديال ذاك المقر هذاك، كانت ملفات اللي خرجت واللي كانت خالقه واحد الاشكاليه اللي هي كبيره في التركيبه اللي هو خلاها. على أيين السيد ما كان شيء سهل، ولكن الشخص كشخص يعني لما تقربت له لقيت داخل الرجل كان ذاك العروبي اللي كان كيسمي راسو ميت عروبي كما قال هو. مناصب الامن راه تيجيبوا لها العروبيه بحالنا، باش العروبيه ولاد الشعب يضربوا ولاد الشعب وكذا. وهذه المهم هذه الاسطوانه اللي هي كتكرر وكتعاود. لكن الغريب في الامر هو انه لما غادر سطات كما قال هو، جا مع واحد ركب غير في كاميو هزو بشي 100 ريال ولا داك الشيء باش ينزل في الرباط باش يبدا يخدم كضابط شرطه في الرباط. في نفس الوقت لصدف الزمان
كيخرج واحد شخص اخر من مصار من الشعب من بوادي، وهذا من جهتنا، وحتى هو غادي يجي كشرطي للرباط. غادي يتلاقاو هادو جوج اللي هما جايين من لا شيء، من العدم، واللي الاقدار غادي تلعب الدور ديالها، لان كان واحد كان مصري ضابط شرطه، الاخر كان شرطي فقط لانه لم يكن يتوفر على اكثر من شهاده ابتدائيه. وهذه من صدف اللي عندنا في المغرب، هو انسان اللي كيتوفر فقط على الشهاده الابتدائيه، كتدور الايام وكتلقاه كيتقلد واحد المجموعه ديال المناصب جد حساسه. وهنا كنقولوا زعما الله يحسن العوان ديال ديك الدوله، ولا يحسن العوان الحسن الثاني اللي كان فعلا محزم بناس من هاد سميتو من هاد الطينه هذه. الناس اللي الا مشى حتى ما كانش واعي وما كانش وطني، فكيكون الخراب الاكبر. فهذه امور اللي غادي نرجعوا لها بالتفصيل في الحلقات الجايه، لان كاينه قضايا وكاينه محطات تاريخيه اللي ما يمكنش يهرب منها الانسان، واللي يعني لازم ما نوقفوا عندها. باش المواطن المغربي غادي يكون عنده واحد الحاجه سهله، لان الهدف من هذا الرجوع لهذا المحطات التاريخيه هو ان الناس خصهم يعرفوا شنو اللي دار، لحقاش اللي دار ديك ال 25 سنه كونوا متاكدين انه هو سبب الشيء اللي كنعيشوا اليوم. فلما كينوضوا سميتهم، لما كينوضوا الناس، تلقاو مجموعه ديال الاخر، مجموعه نتاع القنوات، كاين داخل الوطن اللي كيهضروا بواحد الطريقه، وكاين خارج الوطن اللي كيهضروا بحريه اكبر مثلا، وكيمشيو للنظام، وكيمشيو للملك، وكيمشيو للقصر، وكيمشيو لكذا. فهنا كنتمنى ان المغاربه قبل ما يمشيو للاتجاهات كلها يكون عندهم واحد الوعي كبير. هنا ما غاديش كما قلت هذه الهضره في ديك الحلقه اللي دازت، كنقولها دابا، وكانوا اللي يخرجوا تيقول لك انت عياش، هذا عياش انا ما كنعرفهاش وما باغيش نعرفها وماشي شغلي في هذا الشيء. هذا انا لا اميل لهذا الجانب او هذا الجانب، انا كنميل لواحد القضيه سهله، ان المغرب وطن ديالنا، ان المواطن المغربي من حقه العيش الكريم في الوطن اللي هو تيعيش فيه، ان هذه العمليه هذه باش تجسد كيخصنا معطيات صحيحه، كيخصنا نكونوا بالدقه والحياد، كيخصنا ما نظلموا حد، سواء كان وزير او كان مسؤول انتخابي سياسي او كان ملك او كان، خصنا نكونوا في الحياد التام، وخصنا نحطوا النقاط على الحروف ونعرفوا كيفاش تمشي الامور. من بعد لكل واحد الحريه نتاع التعليق، ولكل واحد الحريه نتاع تكوين الفكره، باش تكون عندكم هذه المساله واضحه. لان من بعد الدراسه اللي دارت، الوثائق اللي تجمعت، والميموار والامور كامله، ما كتخلي شيء مجال للشك، ما كتخلي شيء مجال للخطا. مساله تكون واضحه. الشيء اللي وقع عندنا حنايا كنظام ملكي كيوقع في جميع المحطات في الدول، دائما تيكونوا طوابير، كما شفنا في الامبراطوريه الروسيه، كما شفنا في الامبراطوريه الالمانيه ديال الريخ الاول والثاني قبل الريخ الثالث ديال هتلر، كما شفنا في الامبراطوريه العثمانيه كذلك. فدائما كتكون صراعات داخل القصور وداخل دوالي بالحكم، كتكون صراعات داخل المربعات الضيقه، داك التقرب من مصدر القرار اللي كيكون هو الامبراطور او السلطان او الملك او يعني. هنا داك اللي كان كيهمني انا هو نلمس هذوك الصراعات الداخليه، لان كيكون الحاكم الدوله سواء الملك او امبراطور او ديكتاتور او من ما كان، فهو كيعتمد اصلا واساسا على التقارير اللي كترفع عليه، لان ما يمكنلوش يكون في جميع المدن، وما يمكنلوش يكون في جميع الادارات، وما يمكنلوش يكون في جميع المنصات السياسيه، وما يمكنلوش يكون في جميع الاماكن وفي نفس الوقت ويشوف بعينيه. فبالتالي كترفع عليه تقارير، كاينه اجهزه مختلفه، وكل جهاز يرفع التقرير ديالو. فهنا في هذه الحلقات اللي غادي تجي، الشيء اللي خصنا نبينوه هو كيفاش كانت تخدم التقارير اللي كتطلع، كيفاش هاد الاجهزه كانت تنسيق بيناتها، كيفاش كانت الامور كتمشي، شنو اللي كان كيتقال وشنو اللي ما كانش كيتقال،
باش نوصلوا لواحد لسميتو. ملي درنا هاد الابحاث وباتصال مع كاينين المغاربه اللي عندهم غيره كبيره وكانوا عايشوا المرحله وفي يعني على اطلاع بالامور، فالوثائق اللي كتطلع والقضايا اللي كتطلع خطيره للغايه ولا تدع مجال للشك. هذا علاش ما بغيتش في هذه الحلقه باش ندخلوا في دوك التفاصيل، لانها خاصها تجي في حلقات متتاليه تكون مركبه مزيان. علاش؟ لحقاش عندنا الاثار ديال دريس البصري من غير الشيء اللي هو حكاه لي وبغى يحكيه لي والطريقه باش حكاه لي، كاين الاثار على الجهاز الاجهزه الامنيه في المغرب، كاين الاثار ديالو على الاجهزه السجنيه يعني المعتقلات، شنو هي القوانين اللي دوز، كيفاش كان كيتوظفوا الناس، كيفاش كتخدم الامور، كاين الاثار ديالو على الجهاز القضائي كذلك، كاين الاثار ديالو على جميع مرافق الحياه، كيفاش كانت الامور كتمشي. هنا فاش كتوفر الانسان هذه المعلومات هذه، فاش كتوفر الميموار اللي هما كاتبينها ناس اللي على مستوى عالي جدا، اللي ما باغين من ذاك الدوله حتى شي حاجه الا انهم ضد واحد المنهج ديال التسيير اللي كيعطي واحد الخساره للوطن والمواطن، وتحطوا القضيه بي يعني بي بشفافيه وبغيره، لدرجه انهم كيحطوا راسهم في الخطر، الخطر الحقيقي، باش يوفروا المعلومه ويخرجوا المعلومه لبرا ويخبعوها. علاش؟ لحقاش هذا التاريخ ديال 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 الوطن. فمؤخرا بديت كنطلع على بعض الملفات وعلى بعض القضايا اللي يعني ما يمكنش الانسان يستصيغها، ما يمكنش الانسان يستصيغ هذه الملفات هذه، لان كتكون الحقيقه قدامك وواضحه. فنعطيكم غير مثال صغير، وهذا الشيء غادي نرجعوا ليه من بعد، لان حتى المذكرات اللي كناخذها هنا فاش كنناقش مع بعض الناس وكناخذوا ملفات الى اخره، فكناخذ دوك الملفات وكناخذ منها عناوين ورؤوس اقلام. ملي كنتكلموا على ميموار مذكره، راه كنتكلموا على مذكره دارها شي حد اللي من حقه يدير مذكره وعنده الصفه باش المذكره، وداك الشخص تيبقى راسو من بعد في حاله خوف على حياته، وهاد الناس هادو كانوا منهم، كان اللي مهدد بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف لدرجه ما يمكنش. يعني لما كنشوف هاد الناس هادو كنناقش معاهم الافكار، لما كنشوف المذكرات، لما كنشوف الامور، كنستغرب كيفاش باقيين حيين. علاش؟ دفاعا على ذاك الوطن، ماشي شي حاجه اخرى. فالمذكرات كثيره. فمثلا عندنا واحد النقطه اللي انا كتذكروا نهار اللي خرج داك الصبليوني اللي اغتصب الاطفال وخرج بالعفو ومشى للخارج، فجميع القنوات اللي هذا كيوجهوا الاتهام للقصر على انه عفى على داك سميتو عفى على داك الصبليوني اللي اغتصب الاطفال وكذا. هاد الحيثيات هذه غادي نجيو لها من بعد، لكن غنمشيو للمرحله ديال الحسن الثاني الله يرحمه، غير باش تعرفوا بعض الامور كيفاش كانت تمشي. ف المصري اللي كان حط واحد السيد هو اللي كيتحكم في دواليب لجنه العفو، وكان في القصر واحد المستشار قوي جدا اللي هو رضا قديرة مثلا، ورضا قديرة عنده واحد الكاتبه، وكاينه واحد الكاتبه اخرى في الديوان. فهاد جوج ديال الكاتبات هادو كان الاختراق الولاء ديالهم لجهه اخرى من غير الناس اللي كيخدموا معاهم، بالتالي حتى لا سينياتور ديال قديره اليوم انا وليت كنعرفها كيفاش دايره بحال ام تي في طويله، يعني خط اي واحد يمكن له يقلدها. فلما كانت كتناقش العفو ديال اباطره المخدرات مثلا اللي مستعدين يعطيو 4 مليار 5 مليار يخرجوا، فكانت المساله كتخدم على مستوى عالي. من بعد نجيب لكم السميه ديال السيد اللي كان مكلف بلجنه العفو واللي البصري اللي حطوا. فكانت تتكلف الكاتبه ديال قديره باش كتعطي واحد الشهاده كتكون فيها السينياتور ديال قديره وهي اللي دايرها ماشي هو، والاخرى كذلك اللي في الديوان، وهذيك اللي في الديوان راها معاقبه اليوم بعقاب شديد وتحيدت لها الاملاك وكذا الى اخره، كاينه امور كثيره. فكتخرج بهذه الطريقه هذه على اساس باش يجيو لجنه العدل
وكيحطوا ديك الوثيقة على أنها صادرة من المراكز العليا باش يتعطى داك العفو لذاك الامبراطور ديال المخدرات ولا شي حاجة اللي حاطر بعض من الاقتصاد المليار، باش ديك اللجنة كيتم التجميد ديال المداولات ديالها. صافي كتجي السيد ديالها راه مستشار سيدنا، لكن الملك ما فطرش. هذه أمور اللي غادي نجيو لها من بعد بواحد الشكل اللي هو دقيق. إن النظام اللي بناه المصري في الحقيقة هو نظام اللي كيأمن بحاجة واحدة، السيطرة المطلقة، الفساد ثم الإفساد وجمع المال والمال القوي، لأن القوة هي المال فقط، لا حتى شي حاجة أخرى ما كاينة، المال والسيطرة. والسيطرة هي بزرع الأزلام والموالين في المناصب اللي خصهم يكونوا فيها، باش كتولي المسائل كتمشي بواحد المسطرة اللي هي كتولي دولة داخل الدولة. وصلنا النتيجة أنه كانت فعلا دولة داخل الدولة، وكان الولاء ليه هو، وهو كيرفع التقارير اللي يبغى للقصر. بعد غادي ندخل واحد القضية اللي عرفناها من بعد، هو أن كان في هذا العالم هذا كيدور حتى عالم الشعوذة والسيطرة، لدرجة أن حتى داخل القصر أنا ذاك من المقربين أو من العائلة راه الناس ما فهماتش كيفاش ديك المكانة اللي كانت عند البصري عند الحسن الثاني، ما كانتش مفهومة إن كان هو الكل في الكل والجميع يرى ما لا يرى الحسن الثاني، شي حاجة اللي هي خطيرة. اليوم كنوصل لها بدلائل، وكنوصل لها يعني بحجج دامغة، ولكن هاد الناس هادو في الحقيقة كانوا كي الجاه والمال والسلطة من الصفر من عروبي غادي يطلعوا للقمة ديال السيطرة على دواليب الدولة. وبخلاصة القول راه كنا قاب قوسين أو أدنى، رغم كل شيء المعلومات اللي عندي والمسائل اللي حكاها لي هو غادي نقسمها في الحلقات باش نعطيكم هذه المسائل هذه يعني بطريقة سهلة. أما خطة المحكمة هي خطة انقلابية، لأنه هو استفد كثير من الانقلاب الأول ديال أفقير ديال عبابو، والانقلاب الثاني ديال أفقير اللي من بعد منهم غادي يسطع النجم ديالو، بعد غادي يسطع النجم ديالو بواحد الشكل كبير، ومن بعد غادي يبقى كيبين حنت يديه باش يكون هو الرجل العين ديال الحسن الثاني التي ترى كل شيء. غادي ينجح إلى حد بعيد، قلت لكم هذه القضية هذه لا تخلو من شعوذة، وكان من الدار ديالو هو اللي هو، وكان اللي هو الجهة الأخرى، وكانت أمور اللي هي يعني خطيرة جدا، لدرجة أن رغم تاريخ التاريخ ما كيرحم حد، ولكن كنا قاب قوسين أو أدنى من السيطرة ديال البصري والرجال ديالو على المغرب، ولو كان ربما سيطر على المغرب غادي تكون الأمور في شأن آخر اللي هو خطير جدا. غادي نجيو من بعد داك اليد اليمنى ديالو اللي بقى تما واللي باقي لدابا، واللي كاينين الناس اللي باقي لدابا، ومن هنا كتجينا المشاكل اللي هي عندنا في المسار السياسي والمسار المؤسساتي. ها علاش فاش كاينوض شي واحد كيتكلم مثلا على فساد في مؤسسات ما، كاينوض لعندو تيقولوا ليه انت تبخس المؤسسات. هنا الخطة ديالهم شنو هي؟ هي عدم تفرق بين المؤسسة والموظف داخل المؤسسة. تهضر مع فلان كتولي كتهضر مع المؤسسة، وهذا خطأ كبير، وهو الشيء اللي أكدوا لي ديك الساعات اللي قال لي أنا لا تقتلت ولا لا مت راه عمري ما نموت. فاش قلت له علاش؟ قال لي علاش خلينا ناسنا وتكون فوضى فوضى فوضى. قال لي ثلاثة المرات تكون دائما فوضى. قلت له بحالاش فوضى؟ قال لي راه غادي صعاب باش يتحيد هذا النظام اللي احنا بنيناه. قلت له شنو النظام؟ قال لي احنا اللي بنينا النظام الاداري، انا اللي بنيت النظام الاداري، انا اللي بنيت النظام السياسي، انا اللي بنيت هذه، انا اللي درت هذه، انا اللي درت هذه. قلت له ما يمكنش هكاك، انا اللي درت كل شيء. وفعلا هو اللي بنى نظام الداخليه، هو اللي بنى نظام الاجهزه، وكانوا عنده الاذرع ديالو اللي هما كبار بزاف واللي كانوا يدينون له بالولاء، ما فيهاش نقاش. وهذا الشيء اللي وصلنا ليه، وفعلا باقي التسيير ديالو وبقى العقليه ديالو خدامه، وهذا هو الكلام اللي قال لي منذ عده سنوات قبل ما يموت. ف الاسماء
كان كيتكلم على الناس ديالو وتيتكلم عليهم تيقول لك هادو هما الرجال اللي يعني حاكمين ديال بصح. ف مراحل المؤسسة القضائية كان كيحط فيها الناس اللي كانوا كيدينوا له بالولاء التام، سواء يكون قاضي او يكون ولي او يكون وكيل، او احنا ما كنعمموش. ان الجهاز القضائي او الاجهزة الامنية كذلك فيها الناس وفيها الغيورين وفيها الصالحين، ولكن دائما في رعب، دائما في رعب، ما يقدروش يديروا شي حاجة اخرى، ما يقدروش يمشيوا بعيد. علاش؟ لحقاش دائما تيكون داك داك البوست او داك المنصب اللي كيقدر يخلق الرعب في الجهاز القضائي كله تيكون هو اللي حاطه. فاي قاضي لا مشى حتى تسلط عليه يعني كيكون في واحد الوضعية اللي ما يفكو منها حتى شي واحد. الغريب في الامر ان ما جلست مع تحت لي الفرصة نجلس مع الشخص اللي صار على ذوك المديرة، الشخص اللي صار على ذوك القضايا، أكد لي بلي ذوك الناس باقين وخلوا صريمات، ذوك الناس باقين في ذوك المناصب هذوك. الشيء اللي تيخلق واحد الرعب في الجهاز القضائي، والشيء اللي تيخلي القضاة رغم أنه عنده رغبة أنه يحكم بالعدل، عنده رغبة أنه يفعل المصطلح، تيكون مرعوب. فاش تجيه المكالمة شحال واحد تقول له كان تشوفهم في بعض القنوات يقول له راه جاتو المكالمه من القصر او جاتو من عند فلان تيسمو، فلا راه كاينين الناس اللي ما يمكنش. علاش؟ لحقاش الحل الوحيد اللي هو كاين اللي خصو يدار، والخطا او الخطا اللي ارتكبناه كدوله مغربيه اللي ارتكبناه، هو من بعد الاعفاء ديال البصري ما تم شيء تنظيف العروق اللي خلا، ما تمشي الاستئصال، واحد البحث كبير، وهذا خطأ يعني استراتيجي اللي دار في الحقبة الثانية ما بعد الحسن الثاني الله يرحمه. هذا خطأ اللي دار للأسف الشديد، ما تعالج الشيء بالطريقة اللي خصو يتعالج بها. هذا كرأي يعني، هذا رأيي الخاص، هذا ما هوش مانيش يعني لا معارض ولا حتى شي حاجة، تنقول وتنأكد أنا مواطن مغربي باغي الخير لديك البلاد وباغيها تكون في المستوى، ويكون المواطن كذلك في المستوى وينعم بالتعليم الجيد والصحة والتغطية، ويكون كذلك مواطن فعال، ماشي مواطن متواكل اللي باغيها واجدة، لا يكون 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 كل شيء في سميتو تحت القوانين وتكون الصرامة، لأن عندنا الإمكانيات. كذب عليكم كذاب اللي يقول لكم ما كاينش الإمكانيات. لما طلعت على المبالغ اللي تنهبات في الفلوس اللي دارت واللي تنهبات غير في الوقيتة ديال المصري، راه خطير داك الشيء، راه خطير للغاية، لأن كافي باش يكون المغرب مزدهر لواحد الدرجة اللي ما تصوروهاش. أعطيتكم غير رقم واحد في القضية ديال كارير سنترال ديال الدار البيضاء. شنو هو المشكل ديال داك الكارير سنترال؟ هو أنهم داروا مشروع باش يحيدوا دوك البرارك وداك الكاريانات وداك كارير سنترال باش يحيدوهم، باش ما تكونش الفقر والهشاشة والفوضى والروينة، ويبنيوا داك الشيء. والمشروع اللي تعطى الحسن الثاني واللي تحطت ليه 160 مليار ديال الدرهم، 160 مليار ديال الدرهم راه 16 مليار ديال الدولار، ماشي اللعب هذا. هاد 116 مليار ديال الدولار اللي مشات وما دار والو تما، غير عطاو الملك غير في الوراق اللي فيها غادي تقبط ديك الساعات عبد المغيث السليماني اللي كان مقربين ديال البصري او نسيبو او شي حاجه، وتقبطوا ناس اخرين. الدليل هاد الاسبوع اللي فات قبل رمضان كنا كنناقشوا مع الشخص اللي كنتكلمكم عليه وقال لي واحد الهضره اللي هي خطيره. مثلا المحاكمه ديال الحداوي اللي فراسكم دازت المحاكمه ديالو مؤخرا، قلت له هذاك ملف خطير وفيه ملايير خطيره. قال لي نعم، ولكن لو كان ما كانوش الرجال ديال البصري باقيين والله لا والله ما يخرج من الحبس. قال لي هو تحكم ب 6 سنين ولا 4 سنين موقوفه التنفيذ. قال لي واش كتظن انت بلي القصر هو اللي عطى الامر؟ الناس اللي باقين في عين المكان. وتكلمنا على الإصلاح نتاع القضاء كيفاش خصو يكون، وتكلمنا كذلك على الإصلاح نتاع أو دسترة الدفاع. لاش لحقاش هنا هذه نقطة مهمة باش يكون التكافؤ الدستوري. علاش؟ لحقاش تكون عندنا السلطة القضائية بما فيها المجلس على القضاء والنيابة العامة، مزيان، ولكن في المقابل ديالها لازم ما تكون في الدستور دسترة الدفاع كمؤسسة دفاعية.
باش يمكن تكون عندهم قوة دستورية باش يوقفوا في المؤسسة، في وجه المؤسسة القضائية، باش تكون التوازنات يعني في المسار القضائي. الشيء اللي هو ما كاينش دابا، وهذا نضال من نوع آخر. لكن كذلك فاش كنرجعوا للحقبة ديال البصري كنلقاو حتى في ميدان المحاماة والنقباء ديال المحامين، وتنقولوا ما تنعموش دائما، حتى هنايا كان سياسه، ملي دخلت سياسه المؤسسه الدفاعيه وكل النقباء ودخلت فيهم سياسه وانتخابات، فهنا وقعت مشاكل كبيره، وكاينه امور اللي هي خطيره واللي غادي تجي من بعد بالقرارات ديالو هو، والقرارات اللي تمسكوا بها الناس اللي من بعد منه باش تفسد المشهد الدفاعي، يعني مجال الدفاع او المحاماه. الشيء اللي كيجعل اليوم ان المحامين الا من رحم ربك، ودائما نقول اننا لا نعمم، ولكن الغالبيه العظمى راه مشاكل بواحد الشكل اللي هو رهيب. نعطيكم مثلا واحد المثال صغير على القضيه ديال الدفاع. فكاينه واحد القضيه اللي ربما غادي تنفجر في هذه الايام هذه، اللي راها داخل غادي تدخل راها القضاء، واللي المسرح ديالها في طنجه، في طنجه في المغرب، ديال واحد السيده، وهذا ملف اللي وصل يعني وناقشناه هنايا. هاي واحد السيده عندها واحد الارض ورث ديالها ملك هكتارات، جات حدا المطار وبغاتها شركه المطارات، فالمصلحه العامه كتقتضي. شركه المطارات ما دارتلهاش الناب، خدات الارض ولكن التعويض من بعد، واش التعويض في المستوى او ماشي في المستوى ما تهمناش، المهم ان دارت لها التعويض بشي يمكن 2 مليار و600 مليون ولا شي حاجه باش خدات هذيك الارض هذيك. فمن الامور الخطيره اللي كاينه في اللي كاينه عندنا اليوم في الدفاع في المغرب هو لا ليتر دو كونستيتيسيون دان افوكا ولا دون ديفونس، يعني رساله التكليف. هذه رساله التكليف هي كاينه في جميع الدول الديمقراطيه. رساله التكليف هي انك انت صاحب حق باغي تاخذ محامي الدائي يدافع عليك، انت اللي كدير له رساله التكليف، ومن غير رساله التكليف ما يمكنلوش يدخل. هذه جميع الدول فيها، في المغرب ما كايناش. وهذه نقطه خطيره للغايه، اللي ما تعرفهاش خصو يعرفها، هو ان انت عندك حق لا غد ليه كتلقى واحد المحامي نازل في القضيه ديالك، شكون اللي وكلو ما نعرف، شكون اللي كلفو ما نعرف، وصعيب عليك باش تحيدو. علاش لحقاش ما دايرينش رساله التكليف باش يبقى هذا الباب مفتوح؟ وهذه من المخلفات ديال المصري. فهاد السيده هذه حاليا نزل ليها واحد المحامي. علاش؟ لحقاش فاش كتكون القضيه في المحكمه او في الاداره الامنيه او في الاداره السجنيه، يعني هاد المؤسسات اللي كيكون عندهم الرقم التسلسلي للقضيه، لان كل ما تلزم هو ذاك الرقم ديال الدعوه. ف كيتحرك التليفون ديال اجي يا صاحبي راه كاين واحد الدجاج بكامونا هنا، هاك هالمعطيات. بدوك المعطيات كيدخل ذاك المحامي وكينصب راسو في ديك القضيه بدون وجه حق. ومن حيث تكتشفها انت مول القضيه كيصعب عليك باش تحيدو، وهذا امر خطير للغايه، امر اللي يمكن الانسان يصدقه. فهاد القضيه اللي هي جاريه الان وربما غادي تنفجر، هاد السيده هذه ما قاريهاش اميه وليدها قاريه. فلما نزلت اداره المطارات باش تخلصها، جا السيد عيط له شي حد تحط في الملف. فاش تحط في الملف ما قدرش تخرجه، شكون اللي دارك، شكون اللي ما دارك، الى اخره. واخا من بعد جا ولادها شافوا داك الشيء بغاو يرفعوا به دعوه. فاش رفعوا بغاو يرفعوا الدعوه داروا التنازل، لا تصالح ما تصالح وداك الشيء، وداروا التنازل مشى بحالو المحامي. لكن مجرد ما اداره المطارات صيفطت ديك 2 مليار و600 مليون اللي هي الحق ديال ديك المراه في ديك الارض، صدق نفس المحامي ظهر عاوتاني ومصيفط لها شاك مع المفوض القضائي. غير ولادها والصواب ما تشدي والو، صيفط لها شاك هكا شريفه فلوسك ديال الارض وسني. قالت له لا حتى يجي ولادي. نض هذا المحامي هذا مشى دخل الملف على انه متبنيه لعند النقيب، والنقيب عطاه الحق انه يدي 650 مليون باش من حق ما نعرف. الشيء اللي كيوقع عندنا في عدد من القضايا، في عدد من المسائل هذه. فالشخص اللي كنا كنتكلموا فيه هنا كان يعني تنتكلموا على اصلاح القضاء كيفاش، وكنتكلموا على اصلاح المحاماه كيفاش. وهذا السيد هذا
راه هاد القضيه دابا غادي تخرج عندكم في هاد الايامات هذه، غادي تكون في هاد رمضان ولا بعد رمضان، غادي ربما تهضر عليها الصحافه، لان هاد المحامي هذا اللي دار التنازل مع داك السيد وتراجع مع داك مولات الارض، وفي الاخر صدق مصيفط له عون قضائي باش من حق شكون اللي عطاه الحق يدخل على القضيه، وكيفاش حتى النقيب يعطيه الحق باش ياخذ 650 مليون من الفلوس ديال السيده. السيده دات لها الاداره ديال مطارات الارض ديالها وضتها، انت شنو مشكلتك؟ ان ولات هذه كازينو البوكر، ما بقاش هذه المحاماه. فكاينه واحد كما قال هو، قال لي فوضى، فوضى كبيره، ما يمكنش يتخلصوا منها، لانه هو عارف يخلق اللوبيات اللي كاينه اليوم كتحرك، كاينه لوبيات كبيره اللي كتحرك، ولوبيات اللي كتقاد فيها جميع المؤسسات، فكتصعب عليك انك تخلص من هذه القضيه هذه، كتصعب عليك. كما اليوم راهي لما القضاة ما صلحوش من نفسهم، والمحامين ما صلحوش من نفسهم، والناس المواطنين ما وعاوش وما طلبوا شيء باش تصلح الامور. فكاين واحد القانون اللي وصلني عليه بعض المعلومات اللي غادي يخدموا فيه بواحد الطريقه اللي غادي تولي حتى الاجتماعات ديال النقابات او ديال هيئات الدفاع اللي كنقولوا لهم لي باطونيه، وديك المؤسسه ديال الدفاع اباني يخرجوا واحد القانون على انها تحضر فيها السلطه، يعني السلطه القضائيه تكون حاضره. سابقه في التاريخ وسابقه في العالم ان هذا الدفاع لا يدخل فيه القضاء. فهذا القانون راه كيوجدوه غير بالعقل، وربما ربما ربما راه نادي القضاة عندهم شي سميتو، عندهم شي خبر تيروج على هذا القانون، ان الا مشاو حتى دوزوا هذا القانون هذا، وانا كنشوفوا البرلمان عندنا كيفاش داير، وكنعرفوا هذا الوزير اللي جا دابا للقضاء، فلا مشاو حتى دوزوا دوك اللي ما قاريش وصوتوا عليه، صلات على النبي، ما بقات مؤسسة ديال الدفاع، ما بقات حتى شي حاجة. دونك هذه أمور كثيرة اللي خص الإنسان يعني يرد لها البال. فلما كنشوف أنا بعض القنوات اللي كيجي كينقص تيضرب في النظام وكيضرب الفوق وكيضرب في هذه القضية كلها، هناك خطأ استراتيجي اللي دار هو أننا لما نزلنا من حكم الحسن الثاني لحكم الملك محمد السادس، مزيان كانت إشارة قوية لما تم الإعفاء ديال البصري، لكن إنها ما مشاتش القضية للبحث العميق والاستئصال نتاع الناس اللي هما 25 عام، داروا لوبيات، داروا أمور غادي نجيو لها في الحلقة الجاية إن شاء الله بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. فاليوم هذوك الناس كاينين في المؤسسة القضائية، كاينين في الأجهزة، كاينين في جميع المؤسسات، كاين حتى اللوبيات ديال العقار، لأن كل من يدين بالطاعة، يعني كل من كان يدين بالطاعة البصري كان مقاول في العقار، كيجي البصري كيعطيه البقعة الأرضية يدير تجزئات ويكبر ويبقى طائع خانع خدام ليه. رجل واحد اللي منع الانقلاب اللي كان غادي يحصل، جوج العقبات اللي كانوا في وجه البصري، كان العقبة نتاع قديرة اللي هو رجل القصر آنذاك اللي البصري كل قالوا طريق كون حيدو، وكانت العقبة ديال الجنرال حسني بن سليمان. لكل رجل ما له هو ما عليه، اليوم راه في التقاعد، ولكن أنا شخصيا بعد الاطلاع تنقول له شكرا لك، علاش لحقاش هو اللي وقف وجه البصري، هو اللي نقذ داك الوطن من هاد خينا هذا، لأن كانت القضية غادي لا هو لا من داك البرادر وديالو ديال منطقة بوفكران، كان غادي يمشي كل شيء في شكرا مقطع. لحقاش الهدف كان هو السيطرة، وكان هو التلاعب بالمصلحة العامة، لدرجة أن حتى الناس كان عندهم تأثير حتى على الملف ديال الوحدة الترابية تاع الصحراء، ومنهم اللي عانوا منهم مثلا خليه لنا ولد رشيد، أنا ذكرته بسميته وتنقول له تحية لك، علاش لحقاش عرف كيفاش يقاوم، إن دازت عليه واحد الأمور اللي هي كثيرة، دازت عليه أمور اللي هي كثيرة، وكان هاد 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 الضبط اللي كانوا كيديروه هما وهاد العجرفه اللي كانوا كيديروه هما راه اثرت كثير على القضيه ديال الوحده الترابيه المغربيه. علاش؟ لحقاش كانوا هما باغيين ينسبوا هاد الجوج هادو براسهم، كانوا كيبغيو ينسبوا لراسهم كلشي باش يطلعوا الملفات الحسن الثاني على انهم هما اللي كيديروا، ويزيدوا يطلعوا في الثقه ويزيدوا يطلعوا في الكراد لدرجه اللي ما تتصورش. هنا كنرجعوا للمراه اللي او المرحله اللي كنت انا وياها تناقش، فكان كيحاول ما امكن يرجع كل شيء ايجابي
ويقول كل ما هو سلبي بانه كان غير كلينكس وكان غير فوطه كيتمسحوا فيها اليدين وكان كان هو غير منفذ عبد مطيع. لكن الملفات اللي كانت الملفات اللي طلعنا عليها حتى في ديك القضيه ديال الايادي النظيفه حنا لا نقدي سوء احد حتى في ديك الملفات اللي سميتو، فكان هناك صراع ما بينه وبين بديره لاجل وضع اليد على اباطره المخدرات لا اقل ولا اكثر. وكاع الناس اللي طاحوا ديك الساعات راه كلهم كانوا تما، واخا كيظهروا تجار ضرب عمر ولا شي حاجه ولا في طنجه ولا، ولكن كل شيء كان كيدور في هذا الفلك هذا. فواحد من الاباطره هذاك كان ديال قديره، الباقي كان ديال البصري. من بعد غادي يطيح كل شيء، ومن بعد غادي يصيفطوا داك الديب وداك اللي هذا الشيء كله في خباركم. من بعد غادي يتركوا هادو غيمشيو لهم الملاير، كل هالعمليه كانت تدور على جمع اقصى عدد كبير ديال المال والملاير وديال الموالين واصحاب الموالات لخلق دوله داخل الدوله اللي غتبقى لها غير دفعه وحده ويتولوا السلطه في المغرب. ولكن قلت واش كانت شي يعني شي رغبه انكم تمشيو بعيد باش تولوا الحكم في المغرب؟ كان جاوبني بواحد الطريقه اللي هي يعني بلاستيك إلاستيك. قال لي احنا اولى بالوطن، احنا شكون؟ ولهذا كانت تجمع الملاير بواحد الشكل رهيب. قلت لكم غير في الكارير سنترال 160 مليار ديال الدرهم، بلا الملاير ديال اباطره المخدرات، الملاير اللي تجمعات تما، والملاير ديال الاراضي والزفير والتهريب الانواع كل شيء. ما تيقول لي كان افتخر باللي بني الجهاز ديال الداخليه اللي ما يمكنش يتقلع، الموت انا يبقى واخا ما عندهمش. قلت له قال لي ما يقدروش يبدلوا جميع التقنيين ويبدلوا جميع الناس كلهم ولاة الامه، داكشي كيسهر على انهم يكون هو كل شيء. هو مشى قال لي ولكن باقى العقليه اللي كتحكم. فكيفاش يمكن نشوفوا هذه القضايا هذه؟ هنا كتكون الانسان يستحضر الروح الوطنيه ويغلب الراي المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. ولازم ما نتدار كل خطا اللي ما دارش من هذه 23 سنه. اول نقطه خص دار هو كيف ما قال، هو قال للناس المخلصين ديالنا كان توظيف المباشر، ما كان لا مباريات لا والو، ار دي في الملفات ديالهم، ار دي ريكروتمون ديريكت، تاميم توظيف مباشر. فلا بغينا نصلحو خصنا نمشيو لجميع الاجهزه الحساسه والادارات الحساسه ونمشيو للارشيف ونجبدوا الملفات. كاع اللي عنده ار دي واللي عنده تاميم كلهم خصهم يتعاود معاهم النظر بصفة نهائية، مهما كانت المستوى ديالهم، مهما كانت المسؤولية ديالهم، مهما كان المنصب ديالهم، هادو ديال هادو، وهادو كيخدموا هاد الأجندة هادي، ما تيخدموش شي حاجة أخرى. علاش؟ لأن هادو هما اللي دايرين الفرملة لكل ما يجري في المغرب بصفة نهائية. فلا كان أمور كدار باسم القصر في ذاك الوقت وتوقيعات، وبالخصوص من اللي دار ذاك دومو، انا عطيتكم سميه من سميات في اللجنه ديال العفو، فكان خطر خطير. علاش؟ لحقاش غير لجنه العفو كان كيدخلوا لنا عشرات المليارات في العام، وكيجيبوا القرارات من الكاتبات ديال اللي داخل في القصر، والدليل ان هذوك الجوج ديال الكاتبات راهم في عداد المعذبين في الارض. ولكن مع الناس الصحافه اللي تكلم على هذا الشيء هذا، وما الدوله ما كتهضرش على هذه الحوايج، تعاقب وتسير. لكن هذا الشيء كان، انما الاثار ديالو خطيره للغايه. ومازال غادي نجي في الحلقه الجايه ان شاء الله، وغادي نحطوا المسائل والقضايا بالمسائل ديالها كلها، ونتوصلوا بالميموار حتى هو نقدروا نتكلموا عليه ونقدروا ننشروا فيه. وكاينه امور اللي كتبات فيها صحافه في ذاك الوقت وكنتسناو غير توصلنا للصفحات نتاع ديك الصحافه هذيك اللي انا قريتها ولكن ما بقاتش عندي، ولكن تاكد لي بانها كاينه محافظ عليها. وذاك الميموار اللي دار الحسن الثاني كذلك، وبالخصوص الملف اللي كان على اثره تحرق، سميتو تحرق المقر باش ما يبقاوش الاخر، ولكن تصاب واحد النسخه منه كانت خارجه. وفاش كان الوقت جاء باش تدخل ديك الملف للمغرب، والشخص اللي خرجه
راه تمتع بواحد النوع من الحمايه الدوليه. باش نذكروا رجال الدوله، رجال الدوله الحقيقيين ماشي انبياء. كلنا كنصيبوا وكلنا كنخطئوا، ما يمكن ليناش نكونوا انبياء، لكن كانوا الناس اللي يعني كيخدموا الوطن، واخا يخدم الراس، واخا يسرق ولا يكون فاسد ولا عنده واحد النسبه من الفساد، ماشي مشكل. ان القيمه المضافه للوطن شنو هي؟ فمجرد ما تحيد مدير الامن الوطني اللي كان هو ديال الاخر، وجا انا ذاك الجنرال اللي راه نطلبوا له شفاء دابا اللي هو حميد العنيقري، فهو اللي امن الرجوع للملف للمغرب، لان تطلب منه باش يرجع هذا الملف لمصلحه الوطن لانقاذ الوطن، راه خصك توفر الحمايه، توفر الحمايه من المطار ديال اورلي حتى للرباط حتى يوصل الملف للعداله. اوفر هذه الحمايه هذه، نتمنوا له الشفاء في هذا رمضان، له ما له وعليه ما عليه. وهذا الشخص انا تلاقيت معه شخصيا في لوتيل ماريس في شارع ريفولي، في 28 شارع ريفولي 228 عفوا 228 عفوا، فتظهر لي في الوقت اللي كان غادي تحولوا الكارت ناسيونال المغربيه تولي بيومتريك. فكان ديك الساعه جا باش يفاوض مع الشركه ديال طاليس اللي هي اللي غادي تعطينا السيستم باش غادي نخدموا بكارت بيومتريك. وكنا تلاقينا وفعلا تكلمنا، وانسان يعني كان عارف شنو كيدير، رغم ما له هو ما عليه. حنا ما تنقولوا حتى شي واحد ما، ولكن كتبقى لنا النسبه، لان السياسه فيها جانب من الحقيقه وجانب من الكذوب، فيها جانب من الصدق وجانب من الفساد مهما كان. ما نصيب المسؤوليه كذلك، حتى في الدول الغربيه، غير الدول الغربيه راه فيها صحافه وفيها تعصي، ولا مشات حتى خرجت المعلومه وهضرت الصحافه بنادم كيطيح. حنا عندنا هذه القضيه ما كايناش، هذا هو الاشكال اللي عندنا حنايا، وهذا اللي تيخلي نوع من الفوضى كتكون. كما قال هو ثلاثه المرات قال لي غتبقى فوضى فوضى فوضى، قال لي وديك الساعات قالها لي، قال لي غادي تشوف مازالين هاد الرجال هادو يديو القطاعات ديال الدوله. قلت له كيفاش يديوها؟ قال لي يدوز كل شيء للخصاصه ويديو كل شيء يبيعوه للمغاربه. ما كذبش، طرات في التعليم شفناها من بعد، طرات في الصحه هي غادي من دابا، اللوبيات كاينه، قال لي المغاربه يبداو يدفعوا. يعني كان كيقول شي حاجه اللي هو عارف اشنو دار، عارف النظام اللي حطو. انا ما كانش عندي اختيار الا انني نخليه يحس بالاطمئنان، ونخليه يحس بانني كنشوف فيه كانسان اللي كان وطني غيور، ونلعب معاه على نفس الوتر. علاش؟ باش نزيد نطلع عليه المعنويات اللي كانت هابطه عليه، لان وقع ولا عادي نطلعوا على انك انت اللي كنت خصك تكون وانت اللي كذا، كيزيد هو يتهرق. وفعلا تهرق ديالو بصح، راه 17 لقاء فيهم ثلاثه ما كانش فيهم المعلومات، و14 فيهم المعلومات، 14 كان تقريبا ساعتين ثلاثه في كل لقاء. وهذا تيظهر لي باللي كان كافي باش نهضروا في واحد المجموعه نتاع الامور. كاي قطاع كنت نتكلم له عليه بعد ما حس بانني كنعطيه ديك الصفه ديال سميتو ديال الميغالوماني اللي هي جنون العظمه، اي ميدان تيقول لي انا اللي كنت نحكم، واخا ماشي تابع الداخليه، انا اللي كنت نحكم، انا اللي كنت نقرر، انا اللي كنت نعين وتنحيد. بالتالي راه المشكل اخطر من اللي كتصوره. علاش كتشوف اليوم ان حتى مثلا القضيه اللي هضرنا عليها ذاك النهار ديال الماء الصالح للشرب، فيها قضايا اجراميه خطيره للغايه. قال لك الناس في التعاليق علاش ما فين هما الوكلاء الملك، علاش ما ينوضوش يديروا البحث يديروا. يا ودي ذاك المدير مشى للمحافظ الكبير وعطاه الملفات ديال الارض اللي هو دينا الموظفين باش يحيدها لهم يعطيها لناس اخرين. هذا بعد المحافظ خصو يتعاقب، علاش ما يمكنلوش؟ اذا هنا كتلقى الكلام ديال هذا السيد هذا صحيح، ان كانوا حاطين واحد الشبكه للاقتلاع ديالها، كيخصو يكون عنده رغبه عند الناس المسؤولين، يكون مواطن واعي بهذه القضيه باش يخدم عليها ويطالب بها باش نحيدوا ديك العقبه اللي كاينه. علاش؟ لحقاش اليوم كما قال هو، قال لي كيف ما كانت القضيه دائما غير لصقوها في القصر، المغاربه هكا دايرين. علاش تقول هذه الهضره هذه؟ يعني مسؤوليه كل واحد. قال لي لا، كل شيء مصاوب بهذه الطريقه هذه. قال لي هما اللي بغاو الدستور يكون هكا،
ما بغاوش يحيدوا المسائل، فنسأل الدستور هكا، حنا خدمنا على اساس هذا الدستور هكا هكا كاين. فالناس اللي كاينين تحت اللي خلاو هما مثلا، شنو نقول لكم، راه ماشي راه ماشي مسائل خطيره. مازال الناس اللي حطهم هو مازال اللي قابط مسؤوليه كبيره اللي كترعى بالقضاه مثلا. علاش هاد الناس ما يمشيوش للتقاعد على كاقل تقدير، كاقل تقدير لتغيير الوجوه باش نقدروا نصلحوا. والشخص اللي تلاقيته هنا واللي دار المذكره الحسن الثاني قال لك شوف، راه اي قاضي ولد الناس باغي يخدم الى داك خينا كيسلط عليه واحد اللجنه ديال التفتيش، وكتمشي دايره المحضر قبل ما تمشي عنده، وتحط ليه تقرير ومشى يحيد. قال لي هنا كيخلق تيتخلق الرعب، كيولي هما، قال لي لدرجه انه كنحط واحد المشيشي تمايا وزير العدل، قال لي هذاك ما عنده علاقه بالعدل، جابو صوري هو اللي تيحكم نهائيا، هو اللي تيحكم، هو اللي كيرصي دير هذاك ليه كيديروا ليه، ما فيهاش نقاش، عين لي هذاك ليه كيعينوا ليه. مسائل واضحه، كما كان واحد الوكيل في الحسيمه جابوا من تما للرباط بومبارداه، وكيل عام من تما بومبارداه الفوق. الناس كيجيبهم كيقاد الامور بواحد الشكل اللي هو رهيب. فاحنا مغاربه وتنحبوا ديك البلاد وتنبغيو لها الخير، وهذا هو يعني الطريقه باش خصنا نتكلموا على بلادنا بهذه الحرقه، باش نقولوا فين نمشي، فين نمشي الاصلاح يكون، باش ما نبقاوش غالطين. لقاش الطريقه باش دارت، وانه كيدار القصر الملك. انا ما تندفع شيء على القصر، اللي تندفع على الملك. الملك انا قلت لكم واحد القضيه، الهدف الاسمى ديال اي ملك في العالم هو استمراريه الملكيه. مساله سهله هذه، كاينه في الانجليز، كاينه في، والا راه باقا 12 الملكيه في اوروبا. ماشي شي نظام اللي نوض نكرهوه ولا نقولوا ما يكونش ولا يكون ولا شي شغلنا حنا، ولكن كنقولوا حاجه واحده، الملك النظام الملكي داير بحال الميزان ديال السوق العادي، داك اللي فيه الليبره في الوسط. فواحد الجهه كدير فيها الصرف اللي هما العبارات، وواحد الجهه كدير فيها الخضره. هذيك الجهه اللي فيها الخضره ما كايناش، اللي هي الشعب، اللي هو الراي العام، اللي هو القوه. السياسيين تقتلوه، قتلوهم الخينا هذا، وقالها لي ديك الساعات، قال لي غادي يبقاو يجيبوا حتى يجيبوا لكم اباطره المخدرات يحطوهم لكم تما، غادي يجيبوا لكم الاميين يحطوهم، قال لي غايجيبوا لكم العاهرات يحطوهم. هذا كلامه هو ماشي كلامي انا، قال لي هادو اللي غادي يبقاو يجيبوهم لكم تما، قال لي وغادي تشوفوا، قال لي غادي تبقاو غاديين حتى تشوفوا شنو اللي داخل هذا البرلمان هذا. قال لي تبقاو تطرحوا هذا السؤال هذا على راسكم، تبقى تقولوا شنو على ما كنصوتوا حنا، شنو هو المشكل، فين 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 غلطنا في التحليل. قال لي تكون فوضى، فوضى ما فيها ما يتشاف. قال لي ناس ما عندهاش كيفاش دير مشروع قانون، ناس ما عندهاش فكره كيفاش دير اصلاحات دستوريه، اصلاحات قانونيه. قال لي حنا ما كنلعبوش، حنا بنينا اطار ديال الدوله، قال لي راه 25 عام الله يخليك. وما الكلام ديالو كل ما داز عام على عام، انتخابات على انتخابات، كيزيد يتاكد بما لا يدع مجالا للشك. قال لي غادي تولي فوضى وتخربز، حتى ما تبقاش تفك ما بين المنتخب وما بين السلطه، حتى يولي كل شيء من باطل، كل شيء تولي قضيه معجنه. قال لي قلت لك فوضى، فعلا فوضى، فوضى كبيره. كما الملكيه في بريطانيا دخلت في واحد القتال اللي كانت فوضى ديال بصح، ودخلت في مرحله ديال لي ريفورم مع لي تيدور، مع الملكه فيكتوريا، دخلوا في مرحله اصلاحات عميقه لانقاذ النظام وانقاذ الوطن، والدفع بالرقي والازدهار ديال الدوله البريطانيه او الامبراطوريه البريطانيه، الشيء اللي توافرت فيه الجهود الكامله، ساهمت فيه الطبقه السياسيه، وساهمت فيه الطبقات الشعبيه، وساهم فيه الجميع، وساهم فيه حتى الكنيسه الانجليكانيه ديال كانتربري، وطلعوا ونجحوا باش يحافظوا على نظامهم، ويدفعوا بالبلاد باش تكون عندها قوه فلاحيه، اقتصاديه، صناعيه، تكنولوجيه الى اخره، الشيء اللي كنشوفوه اليوم. يعني هما ما مشاوش للتهراس، مشاو للاصلاح. فأنا كنشوف دائما أن الإصلاح ضروري ما يدوز من هذه المراحل هذه، لأن أي نظام كان ماشي على حقاش فيه شي حاجة ما صالحاش خاصك تهرسو، لا خاص تصلح، تشوف الإصلاح، والإصلاح كيجيب الإرادة الشعبية، كيجيب الوعي نتاع الناس. حنا الوعي كما قال هو، قال لي المواطن براسو غيولي داخل في هذه المنظومة الجهنمية، غادي يولي أناني، غيولي انتهازي، غادي يولي تابع الهوى. قلت له بحالاش؟ قال لي بنديري جمعهم زرواطه تفرقهم. قال لي وغادي تشوف. فعلا كل ما قالوا صحيح. علاش؟ لحقاش هو اللي كان المهندس ديال هاد
مهندس ديال هاد الزعلوكه هذه اللي كاينه دابا هي كبيره بزاف. فاصلاحات والافكار كلها اسمحوا لي شكون هاي خسرت بلوكا اللي غادي يكون من هاد الناحيه، راه كاينين البقايا ديال هاد الناس هادو، غير خليهم من بعد نبقاو نعطيو فين كاينين السميات، يعجبهم الحال ديك الساعات. حقاش الفساد هذاك راه وطن ومسؤوليه الجميع انه يدافع عليه. خلينا دقيقه نفضلكم شو لقيت هذا. للاسف اليوم ما كاينينش لي زادمين، خصنا نبدلوهم لان ما كيحضروش معنا. فادمين ما يمكنش الانسان يكون ادمين ويكون كيغيب، باش ما يكونش عندنا هاد النوع من البلبله. دونك هذا ما ظهر ليش هنا، غادي نشوف مره اخرى الا طلع في شي تعليق، لان هادشي خصنا نتوقعوه. هاد الناس هادو خصنا نتوقعوا هادشي هذا. الشيء اللي قالوا هو راه كافي، راه عندهم كما قال هو اولادهم ولاد ولادهم، وشدوا المناصب الحساسه وشدوا المسائل في جميع الاجهزه الحساسه وفي المفاصل ديال الدوله، فلا بد ما تكون سميتو، فلا بد ما تكون شي 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 وقفه مع الذات، شي وقفه مع الضمير، وشي وقفه مع حب الوطن، باش الجميع يعني ينتبه لهذه الامور هذه. لان الا ما قدرناش نصلحوا هذا الواقع هذا، مشات البلاد. وحنا كنشوفوا مع الامور كيفاش كتمشي، ما كنخرجوا من فضيحه حتى كتجي وحده، حتى كنوصلوها جانا جورج سوروس 2014، هضر مع بالكيران جلس تما، جيبوا لنا الافارقه، هضرنا على الافارقه، جاي واحد يقول لك العنصريه، ما كايناش العنصريه. الدوله الفرنسيه والدوله الانجليزيه والدوله الامريكيه كتعطيك الاسبقيه الوطنيه، لا بريفيرونس ناسيونال، ما كتعطيكش الخدمه انت. لا بغيتي تجي تخدم في فرنسا دابا وبغى شي واحد يدير كونترا، اول حاجه شنو هي؟ علاش غتجي؟ غتجي تخدم شي واحد يدير الكونترا مزيان، ولا دار الكونترا شنو؟ غتجي لا ما غتجيش، خصو يدفعها الاداره ديال العمل ديال الشغل، خصو يطلب من المقابل ديال لانابيك عندكم اللي هو بول امبلوا هنا، خصو يدير لهم طلب على حقاش بغيت نجيب واحد خينام حيت ما لقيتش اللي يخدم لي ديك الخدمه. يقولوا له بلاتي حنا غنديروا الاعلان في فرنسا كامله حتى ما نلقاو لك شي واحد اللي بغى ديك الخدمه، عاد نشوفوا معك، وينشروها ثلاث شهور. وإلا ما لقاوش اللي يخدم لك ديك الخدمه عاد تعطيوك الترخيص باش تجيب ذاك بنادم من المغرب. ومن اللي تبغي تجيبو ماشي غير اجي وجيبو، لا تيقول لك دير له الكونترا ديال دائما، وتوجد له السكن، ودير له الطب ديال العمل، عمليه اللي كتقاب بالسكنه خصك بالقله واحد 10 12 مليون باش تجهز له باش تقدر تجيبو، وحتى دير هذا الشيء عاد يعطيوك باش تجيب. واش هذا عنصريه؟ هذا حمايه ديال الوطن والاسبقيه الوطنيه، شي حاجه اللي هي منطقيه. حتى حنا في المغرب الا كان شي بوست حتى ما يكونش شي مغربي اللي بغاه، عاد نجيبو افريقي ولا نجيبو صيني ولا نجيبو كوري ولا نجيبو ما نعرف، شي يدخلوها بصباطكم. يعني الفوضى اللي كيتكلم عليها اللي كاينه دابا عندنا في هذا الواقع هذا. فغتلقاو الافارقه في الجامعات، غتلقاوهم في المناصب، ولا هما البزناسه، ولا هما اللي كيبيعوا الشرب، ولا هما اللي كيبيعوا المخدرات، ولا العصابات، ولا واحد المجموعه الامور اللي ما كتشوفوهاش ربما، والاغتصابات وما الى ذلك. ف يعني لازم يكون اطار قانوني. هو باش يكون اطار قانوني خص يكونوا الناس السياسه اللي عندهم غيره، وخص يكونوا المغاربه اللي كيوقفوا على هذه القضيه، وخص يكون التشريع اللي يكون تطبيق وتعطى الاوامر، ويكون استقلال القضاء. فاستقلال القضاء ما يمكنلوش يكون في هذه الظروف هذه الا ما كانش الاصلاح. علاش؟ لحقاش باقى واحد البؤر نتاع المسؤوليه اللي هي اللي كتحكم في الجهاز القضائي. فما كاينش شي قاضي اللي واخا راه مسكين باغي يخدم، ولكن اليد قصيره والعين مصيره. اذا خاص اعاده الاصلاح. وانا كننبه على المسؤولين المغاربه اللي فيهم الروح الوطنيه يرجعوا للمؤسسات، وجميع من عنده توظيف مباشر في الملف خصو يتوقف ويتم معاه المحاسبه. هنا كنعرفوا ناس اللي كاينين العائلات ديال هاد الناس هادو اللي كانوا مع البصري، اللي كاين اللي كتتخلص كتعطى له منصب في عماله او في ولايه، و25 عام هذه هو كيتخلص وكيطلع قراض وعمره ما حط رجلو تما. وهذا هو الخطير اللي كاين في واحد العدد ديال المؤسسات. اذا ساعه وربعه نعرف اللي تبغيو اكثر، ولكن ما غاديش نعطي اكثر، لان مازال غادي نخدموا على هاد الملفات هذه، ومازال غادي نجيو سميتو غادي نجيو للمسائل اللي هي مضبوطه، ونوقفوا في المحطات التاريخيه
اللي كانت ما يهمناش إلا كان شي حد تيجي باش يعايرنا أو يقول شي حاجة، لأن من طبيعة الحال راهم دولة داخل الدولة، راهم قادرين يهددوا الإنسان، راهم قادرين يديروا مشاكل، راهم قادرين ماشي غير يعايروا لا سيرتو بالذباب الإلكتروني، فراه فوضى بكل ما في الكلمة من معنى. كما قلت لكم الملكية ميزان، كان هنا صرف إلا كنتو نتوما هنا الإبرة كتجي في الوسط عادل، كان وافي الميزان غيكون وافي عندك، تمشي لجهة الشعب ديك الإبرة، الملك غيمشي لجهة الشعب، ما كنتوش نتوما كتمشي لجهة هذوك اللي هما حاكمين دوك القناة. علاش؟ لحقاش قادرين يديروا الفوضى، قادرين يديروا شي حوايج اللي هي خطيرة. هذه المسائل خصها تعرف، ماشي ان عندنا ملك وعندنا دستور وغتاخذ القرارات كلها يعني وانتم ناعسين. خاصكم تكونوا حاضرين، تعطيو ديك القوة الشعبية باش تحرك القوة الملكية باش تقاد، او شوفوا شنو ديروا لراسكم في سميتو في الحل. اما القضية كلها فالشي اللي كنحضر له انا في النقاشات وبالوثائق اللي كنحضر ليها بالمسائل اللي هي منطقية لا نقاش فيها، داكشي راه يعني خطير. انا قلت لكم فاش غادي تجي الميموار غادي نناقشوه. كاينين واحد العرام ديال المسائل، سيروا قلبوا مثلا لا سينياليتيك نتاع لوطوروت، دوك البانويات نتاع لوطوروت، سيروا شوفوا شكون المسؤول السابق اللي هو حاط رجلو تما، وحاط شي واحد غير صوري، وكاين واحد الشريك وقعت شي مشكله وكانوا غيصدموا عليه، القضيه فيها 5 المليار، وفاش تحطات العصا في الرويضه وبان باللي غادي تقدر تخلق مشاكل، داروا مع رونديفو مشاو في الضو معاه باش ما تخرجش القضيه ديال الباق. دونك راه كاينه امور اللي هي يعني اللي هي خطيره جدا، عندي من سميتو، عندي من المعلومات الكثير اللي في جميع المجالات، اللي يعني داكشي خطير ما غاديش نطرق لهذا الشيء هذا دابا، ولكن غادي نطرقوا ليه ونطرقوا حتى لبعض الاسماء ديال الناس اللي وطنيين، اللي هما وطنيين، وكان منهم واحد اللي عينوا الحسن الثاني، وفي عز الاحداث ديال 1981 وانسان وطني وخدوم، ولكن كان كيأثر سلبا على البصري وعلى ذاك اليد اليمنى اللي كان من بعد ولا في الامن الوطني وكذا وكذا وكذا، فما لقاولوش طريق باش يفضيوه. ولكن انا ذاك صوبوا له كاسيطات على اساس في ديك الحضره ديال الوقفه ديال المشكل ديال الدار البيضاء، وداك هذا ديال شهداء الكوميره ديال الدار البيضاء، صنعوا له فبر كل واحد الملف ديال الكاسيطات وداك الشيء بنات كذا كذا، وعطاوه الحسن الثاني. رغم ذلك عينوا الحسن الثاني في جهه اخرى وعطاه منصب اخر اللي ما عمر البصري خلاه يمشي ليه، المهم داروا له التحييد باش تعرفوا القوه ديال هاد الناس كيفاش يعني دايره. فمسائل رهاب واحد القوه اللي هي كبيره، ما تسترخصوش هاد الشيء هذا. وهو كان كيقولها دائما، تيقول لي كل ما داروه الناس ديالنا غيتلصق في القصر، حنا مالنا، حنا ماشي شغلنا، حنا خدامين. ها باش كان تيقول لي سواء مت او حييت انا ما عمرني ما نمت، لحقاش حنا درنا راسنا تما. اذا هذا هو الانقلاب الذي لم يحدث وفي نفس الوقت حدث. علاش؟ لحقات بقات المفاصل مخبوطه، وما يمكنش اي باش الناس اللي كتجيب غير الموالين ليها، هادشي اللي كتشوفوه اللي قال هو، كل مسؤول تيجيب غير الموالين ليه. علاش؟ لحقاش هاد العقليه اللي خدامه. فبالنسبه للقصر والله العظيم الا بزاف عليه، هادشي راه بزاف، خاص يختلط فيه، يشترك فيه المجتمع، خاص يشترك فيه المواطن. دونك اتوندي اسمحوا لي، بلاتي عمر امجود تي جو بور كي توا دابور مسيو امجود اون نا با غاردي لي كوشون انصامبل تي نو بو با مو تيتويي. D'accord. Ça, c'est vraiment une identité de parfait imbécile. Parce qu'on parle avec les gens avec respect. D'accord. Alors, je ne joue pas. Moi, mon jeu, c'est la patrie. Mon jeu, c'est le patriotisme. Mon jeu, c'est la progression et la promotion d'une vie paisible et d'une synchronisation de l'harmonie de la société marocaine. Et pour cela, je vous dis que vous êtes un parfait imbécile. Et partant de là, je vais vous chasser, tout simplement.
سا فو فا كوم سا الله طريق سلامه باش ما تجيش عاد تحمقني بور كي تو جو توا مع من تات يعني الحساب من تات لعب ما عنديش حساب انا عندي وطن انا كنتكلم على وطن وعلى مواطن انا بغيت بلادي نشوفها مزيانه لا اقل ولا اكثر فاش يكون الشعب كاين فاش يكون الوعي طالع كيكون الامر كيتعالج فاش يكون عندنا بحال هاد سميتو بحال هاد الناس هادو اليوزر واز بلوكت صافي مشى دونك فاش يكون عندنا بحال هاد الناس هادو كتعرف بلي هادو هما البقايا ديال هاد الناس فلا بد ما غادي ينوضوا ويديروا لك فيها يعني القلاقيل يجيو يديروا التشكيك ما ديرش التشكيك الحلقات مازال جايه والمعطيات مازال جايه والمحطات التاريخيه مازال جايه واللي ميمور غادي تنشروا فين هو المشكل عندك انت بالطريقه الاخرى نسولك انت بور كي تجو مع الحساب انت تجري ملي انت عاود سباق انا ماشي عاود سباق انا انسان تحت لي الفرصه نشوف ذاك الراجل تحت لي الفرصه نسمع ليه تحت لي الفرصه نطلع على امور اللي كتهم الوطن على امور اللي كتشكل خطوره على الوطن على واحد المسار اللي كيخلق صدام ما بين القمه والقاعده في المغرب كنهضروا عليه كنتكلموا عليه لان ما عندنا شيء اعلام صحيح من بعد كيبقى القرار نتاع المسؤولين والقرار ديال الشعب المغربي واللي قرروه هما الله يسخر المهم انسان تيعطي واحد الاضاءه وكيعطي واحد الفكره وكيشارك الافكار بصوت مرتفع والصلاه على النبي الكريم فما كاينش علاش نمشي عندي تقول لي انت تلعب انا ما كنلعب مع حد لو كان بغيت انا نكون موظف فانا كان واحد القرابه مع واحد من هاد الناس هادو ماشي قرابه ولكن ترابط لو كان بغيت كون راني في منصب قدو قداش رفضت وهذه كانت في الحلقه اللي فاتت ديال علاش انا خرجت من المغرب عمرني ما قبلت انا بالمناصب ومشيت بحالي بقات عندي غير حرقه على الوطن لا اقل ولا اكثر ونزيد ناكد لك سي بور كي تو جو باسكو ما سرحناش الحلوف انا وياك سرحتيه بوحدك انا ما باغيش مناصب ما باغيش مزايا ما باغيش سياسه ما باغيش نترشح ما عنديش تما سنتيمتر مربع بصفه نهائيه لا ملك تديه لي لا قبر تحفروا ليا لا حتى حاجه صافي عندك هذه واصله هذه المساله تكون عندك يعني واضحه فقط لا لا لا, لا, لا نقاش فيها هنا قال لي واحد علاش المجرم هرب لفرنسا ارتباطاته كانت في فرنسا انه كان خادم لفرنسا وفجأة لهنا كانت المصالح ديال فرنسا كتقتضي انهم يلعبوا به كورقه باش يوصلوا المآرب ديالهم في المغرب والمغرب ما كانش باغيه يحصل لا على اللجوء السياسي ولا على الاقامه باش يبقى معلق وفعلا داكشي اللي كان لدرجه ان النهار اللي قبطوه كيتسرى في الكازو ديال تروكادرو برجليه ديال لا تور ايفل قالوا له داكشي البوليس قال لهم انا راني 25 عام وانا ملك انا مع الملك الحسن الثاني وزير الداخليه قالوا له طلع شكون اللي دخل ديك الساعات اوبر ميدرين وزير الخارجيه انا ذاك السابق ديال فرنسا واخا كان دو بغي في الخفاء ولكن هو اللي فكوا وبقى هكذاك الى ان مات ومات بلا سيروز دو فوا علاش لحقاش الكول بزاف وحتى في العائله ديالو كاين الناس اللي عندهم لا سيروز دو فوا علاش لحقاش فاش كيكون الانسان كيدير الاجرام في حق الشعب المغربي فاش كيكون عليه واحد الضغط تيكون دائما عنده واحد الانفراج في شي حاجه لا كاتارسيس فكان يعني الخمر الويسكي وداك الشيء حتى كتهلك الكبده هنا فرنسا كان وعدوه بزراعه الكبد في واحد الوقت ولكن ما تعطات ليش هذه الفرصه هذه ومات عادي فين هو الاشكال اما فاش يجي واحد يقول لك بور كي تيجو توا هو ما كيعرفكش وهنا كتعرفوا بلي انسان عديم الاخلاق علاش خلينا بغيتي تهضر هضر باداب طرح سؤال فين هو المشكل شنو مشكلتك بالضبط مشكلتك انك ما مربيش هذه نقطه النقطه الثانيه مشكلتك انك عندك مصلحه في هذا الشيء مشكلتك ان من البقايا اللي مستفدين من هذا الشيء علاش لحقاش بالحسابات الرقميه اللي عندنا راه العدد الملايير فلكي اللي هو حق المغاربه اللي هو السبب علاش المغاربه ما عندهمش التعليم الجيد ما عندهمش التغطيه الصحيه ما عندهمش البنيه التحتيه ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش لحقاش بحالك انت بحال هاد الناس هادو البقايا انتما اللي درتوا هاد الكارثه هادي
فوالله العظيم لو كان بيدي الأمر يا الأحكام كيفاش غادي تكون ولا أما فيهاش الإعفاء ما فيهاش الإعفاء هذه يكون متأكد منها ما فيهاش الإعفاء وكان بيدي الأمر بحالك مجرد ما طرح سؤال دوز كما قال لهم هذاك الخينا اللي في ديك الساعة في الجزائر مغتصب الأطفال وبائع المخدرات ما نجلسوش قالوا في الحبس عندي حتى 24 ساعة خسر عليه العشاء من مال الشعب يتحاكم ديريكت الخروبة نيشان علاش لقاش الوطن خصو وقفة من هذا النوع هذا راه خص محاسبة حقيقية مع هاد الناس هادو ولكن بلا 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 الوعي الشعبي بلا الوعي الجمعي راه والله ما غادي تكون شي حاجة غادي تبقاو تشوفوا في راسكم يعني غاديين في سميتو غاديين في شكارة مقطعة لا أقل ولا أكثر تو سامبلومون دونك كيظهر لي ساعة و25 دقيقة ما غاديش نزيدو أكثر منها غادي نخليوها هنا وغادي وكنوعدكم أن إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون عندنا دي ميموار هي رسمية غتكون عندنا ما نشرته الصحف غتكون عندنا المحطة التاريخية ونناقشوها ونتكلموا عليها وربما نفتحوا نقاش مع ناس اللي على مستوى اللي غادي ينخرطوا في النقاش ديال الحلقة في الهاتف أو المشاركة يعني اللي غادي تكون في الآخر ماشي ديك الحلقة اللي كنت ندير أسئلة وردود اللي حلفتوا لا التزمتوا بسميتوا غادي تكون اختيار ديال الناس اللي عندهم في القضاء أو عندهم في المحاماة إما غيطلعوا صوت وصورة إما غيتم الاتصال ديالهم من هنا الاتصال بهم من هنا ويكونوا معلومين باش تكون مداخلات في المستوى وما نتسنطوش لذاك الخزعبيلات الخاوية وما نخليوش الوقت يضيع هباء منثورا بصفة مطلقة الحمد لله أن على الأقل كنطلعوا على هذه الأمور هذه ما الغير على الوطن وكنشوفوا شنو كاين وكنبحثوا وكنحاولوا نتصلوا بالناس وكنحاولوا حتى نعطيوا الروح المعنويه لذوك الوطنيين الغيورين اللي في مناصب ممتازه وباقيين قابطين على الملفات وقابطين على الحقيقه ويرتعدون خوفا من هاد البشر هادو باش تكون عندكم مساله واضحه فالتقارير اللي كتطلع كما قال لي هو قال لي عمر الحقيقه ما طلعت قلت له علاش قال لي باش نشوفوا شي كارثه واش حنا الدحمقه نديروا له حنا التقرير نقولوا له اش كاين يعدمنا احنا عاجزين صافي وحنا كنقادوا داكشي لتحت بطريقتنا اذا كانوا كيحكموا بالصح فوالا اللي بغاها هكا واللي ما بغاهاش راه هكا وهادشي اللي كاين فهذه امور اللي لازم الجميع ما يشارك في هذه النقاشات هذه لازم الامور ما تمشي بهذه الطريقه هذه على الاقل نكونوا في مستوى الحداث ونكونوا كنتحملوا مسؤوليتنا لحقاش راه مسؤوليه الوطن هذيك ما تضيع شكون الخطير الحسوسي قال لي ما تضيع وقت مع الناموس الالكتروني لا ماشي الناموس الالكتروني هذاك الدبان ماشي الالكتروني الدبان ديال الدبان ديال الزباله فكيجيو دائما ما كيتوقعوش داك الرد هذاك علاش لحقاش هاد البقايا هادو راهم موجودين وبشهادة شاهد من واحد العائلة ديال واحد في هادوك اللي كان كي بصوت والصورة كان كي يعيت فسادا في بعض القطاعات في المغرب اللي بشكل اللي هو خطير اللي خطير بزاف فكان ولد واحد المسؤول اللي ما عنده حتى شي صفة ولكن بحكم المسؤولية اللي عندك خينا اللي رباه فكان هو اللي كي يفرق شي حوايج وكيجمع الفلوس وكيعيد في الارض فساد وكل شيء واضح وكل شيء عاني اذن هذا فاش تشد بحال هذا كتجيك المعلومه وشاهد شاهد من اهلها بصوت وصوره مسجل لاقاش كنحسب راسو قفز وصدق طايح ففاش كتشد بحال هذا وتطرح سؤال واش هذا البرهوش اللي دار هذا الفضايح واللي واش هذا عطاه الملك التفويض فين عارفه على كل تحت راه هذا الشيء اللي كاين راه خص نكونوا واحد المرحلة ديال تنزيل القانون إصلاح القانون إصلاح المنظومة القضائية وخاص نرجعوا الدفاع نقيو منظومة الدفاع من اللوبيات نحطوا القوانين اللي كتأثر العمل ديال المحامي علاش لحقاش بلا المحامين النزهاء وبلا مؤسسة دفاعية قوية ما يمكن لناش نحققوا الإصلاح في القضاء بصفة نهائية فخصنا نصلحوا لأن عندنا المشكل هنا وعندنا المشكل هنا وهذا الشيء اللي دار هو
راه قال لي غيكون كل فوضى كل فوضى فاش كلمنا على بزاف ديال الحوايج يقول لي غادي يكون المحامين كاينين ديالنا النقيب كنعطيوه الرحاله وكنعطيوه كذا وكنديروا له كذا ما كنعممش حنا كنحطوه ونسبوه لشي حزب يكون في شي حزب وداك الشيء ديال الاحزاب قال لي مجرد ما كيدخلوا الاحزاب كيولي فيها باك صاحبي وكيولي وعاد هضرت انا مع شي حد اللي تقريبا 45 سنه نتاع المحاماه اللي عطانا النقاط ديال فين كاين المشكل ومنها هاد لا ليتر دو كونستيتيسيون عقد التوكيل او رساله التوكيل لان فاش تكلمت مع الشخص قال لي شوف غياب رساله التوكيل كتخلي الباب مفتوح اي محامي ينصب راسه بوحده على شي ملف اللي فيه الفلوس اللي فيه الهمزه فمدير سجن مثلا كتكون عنده شي مسجون اللي مازال في المحاكمه وتكون همزه عنده فلوس كبيره كيعيط الو صاحبي محامي هاك المعطيات الملف سير دخل عليه اي واحد في جهاز او في اداره كيدوز قدام هذا الملف يقدر يعيط لشي واحد يقول له سير دخل عليه وهذه خطيره للغايه واكدها لي بما لا يدع مجال للشك قلت له ملي ما وكلكش الانسان وحيت يلقاك موكل في الملف وهو ما كيعرفكش كاع يتنكر لك قال لي ما من المستحيل يحيدو قلت له علاش قال لي لحقاش مادام تسييس عند النقباء والقضاء كذا وكذا ما يمكنلكش تحيدو فاول نقطه خصنا نطالبوا بها هو التكليف المحامي الا ما عطاكش الانسان تكليف مكتوب ومسني كلفك بالقضيه ديالو ما عندكش الحق تدخل ليها الا حققنا غير هذه النقطه هذه غادي نكونوا حققنا واحد القفزه نوعيه اصلا ان المحامي اللي قال لي هذه الهضره هذه وقالها ويعني عينيه عامرين بالدموع قال لي تصور كاين تضارب المصالح كتلقى مثلا قاضي او وكيل ومراته محاميه ايوا قال لي هنا كاين تضارب المصالح قال لي حقا ديك المحاميه اللي راجلها قاضي او راجلها وكيل مثلا كتولي عندها لابونمون في القضايا الكبرى مادام هذا الباب مفتوح غير هاكي 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 والفلوس تدخل والملاير وغادي مزيان ولكن لو كانت تحل هذه المشكله هذه ما يقدرش يديرها غادي تولي المحامي المقتدر هو اللي كيتم التكليف ديالو حنا بدينا كنقد وخصنا نديروا دستارات الدفاع باش يدخلوا في الدستور وخص المغاربه يشاركوا في هذه القضيه هذه علاش لحقاش لا ما دارش هذا الشيء هذا ما جيش بحال هذا الخاين يقول لي بور كي تو جو بور لو بير هذا الشيء في مصلحه من في مصلحه الشعب كله الا انت علاقاش انت مستفد من هذا الفساد ربما انت من البقايا ولشي واحد في هذوك فاليوم الوطن في خطر تو سامبلومون باش نكونوا واضحين في هذه القضايا هذه لان شحال من واحد كان كيطرح لي سؤال تيقول لي القاضي الفلاني اللي مشى وراه معارض وكذا الله يعاونه الله يعاون كل واحد علاش لحقاش انا كنعرف حاجه واحده انك تجيب لي شنو هو النقط التي يجب اصلاحها اعطيني المفصل فين خصنا نمشيو نديروا الاصلاح بعدا هو الاول باش نبنيو داك الجسد ديك ساعات نهضروا في الباقي ديك ساعات نحملوا المسؤوليه خصو يتحملها ونهضروا على بزاف ديال الحوايج ولكن حنا في اطار الاصلاح اعطيني النقط اما تجي تطلع يجي شي واحد يطلع بقى هذا كيسب في المسؤولين هذا كيسب في الملك هذا كيسب في هذا كيضرب في هذا راه حتى في الشعب كاين داك الشيء على في الشعب ما تلقاش الناس جالسين في قهوه واحده المحكمه الدور ديالهم الشغل الشاغل ديالهم هو شهاده الزور اجي احكي له يدخل يشهد لك يحلف يقسم بالله باللي راه كان حاضر ويشهد تيولي الظالم مظلوم والمظلوم ظالم والروينه الكحله على ما كاينش اطباء كيكون واحد معدي على واحد يمشي المعتدي كيمشي عند الطبيب كيعطي 1000 درهم ولا 2000 درهم يعطي شهاده طبيه في اكثر من 21 يوم ويتسبب الاخر في الاعتقال ما كايناش هذه مال هادو القضاة هادو جايين من القصر الملك هضر معاهم راه حنا اتس اس وي حنا نو شنو نبقاو كنقزو كاين خماج كبير كما قال هو قال لي فوضى قال لي حنا كنا كنحطوا الناس اللي خصنا نحطوه في جميع المراحل لا في الطب ولا في الطب الشرعي ولا في كل شيء مسخوت الوالدين صراحه مسخوت الوالدين داكشي اللي دار بقى قال لي غادي يبقى داك السيستم بقاو حطوا ولادهم هذوك يحطوا ولادهم وغادي تبقى هكاك لهذا نتمنى لكم ليله سعيده مجرد ما نحددوا الحلقات كيفاش غادي تكون نديروا لها ان شاء الله سميتو نديروا لها ان شاء الله
عناوين ونناقشوها، لان هذا هو نعرفوا غير المشكل اللي عندنا، المرض التشخيص شنو هو المرض اللي عندنا. من بعد الاصلاح كيبقى مساله اللي كتسميتو كتبقى مساله اللي هي متعلقه بالاراده الشعبيه، متعلقه بالجميع، الناس اللي خصها تناضل باش تعرف على الاقل فين الاتجاه كتمشي. سي مدير عبد الرحيم نجيب أقصبي، نجيب أقصبي اخصائي في الاقتصاد، تيقول بزاف ديال الحوايج اللي خصها، ولكن شكون فاش تمشي لعند الدكتور أقصبي القناه ديالو شحال تلقى المشاهدات عنده؟ واش الدكتور أقصبي غيوصل المشاهدات اللي عند نيبا ولا عند تراكس ولا عند مايا؟ ما يمكنش. فالمواطن تيبقى دائما عامل مؤثر او عامل فعال في تدمير الوطن، الالتحاق ديالو بالتفاهات. ما لو كان كانوا كيتسمطوا الأقصبي راه يفهموا على الاقل المشاكل الاقتصاديه اللي هي كاينه. فلهذا نتمنوا ان ترفعوا من القيمه ديال الوعي ديالكم وترفعوا من الغيره ديالكم على الوطن، وبركه من السلبيه ولعب دور الضحيه وراه ما يمكنش واللي هضر يرعف غترعف غترعف غتخماش غتتقادى كاع، والا ما كان شيء غادي يجيو الافارقه ويعوضوكم وتلقاو تيقراو في الجامعات وهما اللي كيبيعوا الحشيش وهما اللي في الوظائف وهما اللي كيخدموا في الرياضه وهما اللي كيخدموا في السبيطارات وغيوليو هما اللي كيخدموا في الاذاعه وهما اللي كيخدموا، وتوليو نتوما اللي كتخدموا، غادي يوليو هم فاعلين وانتم فاعل بكم الى رضاتكم هذه القضيه هذه. الله يسخر، وقعنا حنا غير على الحرقه على الوطن، اما حنا ما باغي لا مناصب ولا حتى شي حاجه من هذا القبيل. هذا كونوا متاكدين باللي لا، انما حب في الوطن وحب ذوك المواطنين. تحياتي لكم وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم، مع السلامة.